مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده اخر حلقه ليا في هذا الموسم، ويعني استاذن كل جمهورنا العزيز ان انا هخرج اجازتي السنويه في شهر اغسطس. زملائي وزميلاتي هيحلوا مكاني طوال هذا الشهر، وايضا يعني هنذكركم ببعض اهم حلقات هنا العاصمه اللي على مدار هذا العام ويمكن اعوام سابقه ايضا. هنذيع حلقات في يعني عملناها في ذكرى فنانين مهمين، ذكرى نور الشريف هتيجي يوم 11 اغسطس، هنذيع حلقه مهمه جدا ويعني دوكيومنتري قصير كنا عملناه عن نور كان اسمه الكلمه نور، وايضا هنعيد حلقات كتير من اللي بنى مصر كنا اجريناها في اجمل اماكن مصر، هنذيع حوارات فنيه مهمه، هنعيد عدد من حلقات هنا الستات، يعني كل اسبوع هنكون عندنا حلقتين او ثلاثه من الاعادات المهمه. هنعيد كمان الشهبان وفرح ديبه، للحقيقه بشكر كل الناس اللي يعني شكرونا وحيونا عليها، فنتمنى انه يعني الحقيقه الحلقات دي تبقى تذكر الناس ببعض المجهود اللي احنا قدمناه. الحقيقه انه كان سيزن صعب وسنه صعبه، لكن قرارات اقتصاديه مهمه، يعني الحقيقه انه سيزن كله صعب، لكن اتمنى ان احنا نكون قدرنا نقدم لكم اعلام محترف بقدر المستطاع. لازم اشكر كل زملائي من كل الناس اللي بيشتغلوا معايا في البرنامج، من الاعداد، من الاخراج، من الانتاج، من الناس الشباب اللي واقفين ورا الكاميرات، كل الناس الحقيقه، من اللي بيقدم لي القهوه والشاي، كل الناس اللي بيشتغلوا معانا هذا البرنامج لا يمكن ان يخرج الى النور. المصورين، الريبورترز، لا يمكن لهذا البرنامج ان يخرج الى النور بدون كل هذا الجيش الطاقم الكبير. البرنامج ده مش لميس الحديدي، البرنامج ده كل الشباب والشابات اللي بيشتغلوا معانا، والحقيقه لازم اشكرهم على تحملهم ليا في الاساس، لان انا يعني ست شغلي مش سهل، لكن هم الحقيقه مستوى الدقه، مستوى الاحتراف، مستوى المهنيه فيهم كلهم الحقيقه في جميع الاقسام الحقيقه مستوى رفيع جدا، انا فخوره بيه وفخوره ان انا بشتغل معاهم في الاساس. وطبعا سي بي سي بيتي الاساسي. لازم احيي كل الناس الحقيقه اللي شكرتنا على الشهبان وفرح ديبه بالامس، ده كان حوار مهم جدا بالنسبه لي. حي جلالتها على اتصالها بيا، ويعني عرفت انها سعيده بالحوار. عايزه اشكر اساتذتي، وانا في مكالمتين ضمن كل المكالمات اللي جات لي، مكالمتين جدا اثروا فيا، مكالمه استاذي اسامه الغزالي حرب ومكالمه استاذي الكبير مفيد فوزي. أستاذ أسامة كان له تعليقات على الجانب السياسي وأنا بحييه ودايما بشكره على متابعته ليا. أستاذي بقى مفيد فوزي اللي هو يعني أستاذي الأول ومعلمي الأول في الحوارات، الحقيقة أنا عايزة أقول لك إن أنا كنت سعيدة قد إيه بمكالمتك، وسعيدة قد إيه إن حضرتك لاحظت ال 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 الحركة في الحوار، وإنك لاحظت حاجات دقيقة ساعات بحس إن محدش بياخد باله منها، إزاي بتنتقل من حاجة لحاجة، وإزاي بننتقل من موضوع لموضوع. الشهبانو أيضا هيكون حوار من الحوارات اللي هنعيدها لكم في شهر أغسطس بإذن الله. وبشكر أستاذي مفيد، أستاذ أسامة الغزالي، وكل الناس اللي كلمتني، وبشكر جلالتها طبعا على هذا الحوار اللي بتخصني بيه كلما جاءت هنا إلى القاهرة. النهاردة هنكمل كلامنا عن مشروع علاج كبد مصر من خلال علاج فيروس سي، المشروع القومي اللي عصرناه من أول يوم ومن أول ساعة، لسه فكرة صغيرة. ومرة أخرى هذا لو كان الحقيقة أنه يعني رئيس السيسي والضغط اللي هو عامله كي نتخلص من فيروس سي في مصر هو شيء لا يمكن إلا أن يحترم، يحترم بجد، لأنه هنا ده الاستثمار في البشر، الاستثمار في صحة المواطنين، الاستثمار في صحة البني أدمين. والحقيقة أنه يعني يمكن بداية هذا المشروع كانت قبل وصول الرئيس السيسي للحكم، لكن هو لما جه بعد التفاوض مع الشركات الأجنبية قرر أنه هو أولا نتخلص من قائمة الانتظار، وبالفعل عالجنا أو يعني هذا المشروع عالج 1,800,000
مواطن او 1,800,000 مواطن، والرئيس السيسي طلب من الاجهزه المعنيه انه التخلص من فيروس سي تماما وعلاج فيروس سي تماما بنهايه او بمنتصف 2018، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. احنا هنذكركم برحلتنا الطويله مع هذا المشروع من اول ما كان فكره صغيره، وازاي تم الاتفاق مع سوفالدي ورصدنا لبدء التسجيل والعلاج، يعني رحله طويله جدا حتى انتهاء قوائم الانتظار مره اخرى 1,600,000 معذره، مرة أخرى إحنا بنبحث عن 3 مليون مصاب بفيروس سي موجودين وعايشين معانا وهم ما يعرفوش إنهم مرضى. فنرجو منهم إن هم يا ريت يتابعونا، الناس كلها تتابعنا، علشان لو أي حد عايز يعمل الكشف، أي حد عايز يعمل التحاليل، يكون هناخد كل اتصالاتكم الهاتفية، وعندنا عدد كبير من الأطباء طبعا على رأسهم دكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، دكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية الحاصل على جائزة الدولة التقديرية هذا العام عن أبحاثه في هذا المجال، دكتور أدري السعيد المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، دكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية، وأيضا هيكون معنا دكتور إمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وأيضا هيكون معنا دكتورة منال حمدي السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، لأنه جزء من الإصابات بيكون أيضا في الأطفال. حلقة طويلة عن فيروس سي، كل اتصالاتكم الهاتفية هناخدها بإذن الله. عندنا أخبار كتيرة، خلونا نبدأ بالخبر بالبيان الذي أصدره البنك المركزي، وانتوا عارفين احنا بنركز على الأخبار الاقتصادية في هذا البرنامج. الحقيقة انه الخبر مهم جدا ولا بد من التوقف أمامه، احتياطي النقدي لمصر، احتياطي مصر من النقد الأجنبي يصل إلى 36.04، وده اعلى 36 مليار دولار طبعا، وده اعلى رقم وصل له الاحتياطي النقدي المصري في تاريخه، حتى اعلى من الرقم اللي كان موجود قبل الثوره قبل 2011. الرقم ده معناه ايه؟ معناه مجموعه من الاشياء، وهنتوقف امام تحليل هذا الرقم. طبعا مجموعه من الاشياء الايجابيه المهمه اللي لازم نذكرها في هذا الاطار، اولا انه بيؤكد قدره مصر على سداد كل التزاماتها الدوليه، فده بيريحنا احساسنا ان هذه دوله قادره على سداد التزاماتها، والحقيقه ان احنا في عز ازماتنا الاقتصاديه ما عملناش ولا ديفولت. مصر في عز أزماتها الاقتصادية في كل الأزمات لم يعني تخفق في سداد أي مديونية كانت عليها نادي باريس وغيره، السندات القطرية، أي سندات كانت علينا، مديونيات كانت علينا، لم نتخلف ولا مرة، وده بنشكر فيه كل محافظي البنك المركزي، دكتور فاروق العودة، السيد هشام رامز، السيد طارق عامر، كلهم الحقيقة لازم نشكرهم ونحييهم على الدقة في هذا الأمر. فقدرة هذا الرقم بالنسبة لنا بيعكس قدرة مصر على سداد كل التزاماتها الدولية. تصنيفنا الائتماني طبعا ممكن يتحسن نتيجة لوصولنا لهذا الرقم، أيضا يعني قدر من الاستقرار للعملة وسعر الصرف، وممكن كتير من اللي بيكنزوا الدولار يتخلصوا منه نتيجة وصولنا لهذا الرقم. ولكن انتوا عارفين ان انا ما بقراش الارقام كده صلبه. المركز المركزي طبعا طلع بيان بيتكلم على انه هذا الرقم وصلنا له بسبب زياده الحصائل الدولاريه من كل القطاعات، تحسن الاداء الاقتصادي، يشير الى ان الاجراءات التي اتخذت ادت الى تشجيع الاستثمار والمستثمرين على التواجد في مصر. انا هقف هنا واقول كلمه حق كمان، يعني لازم نقول ايجابيات، ولكن لما ننظر للرقم لازم ننظر له بصوره نقديه ايضا. الحقيقه ان احنا قلنا الكلام ده قبل كده، لا يمكن ان نحتفل برقم دون ان نعرف مكوناته، واحنا عارفين ان ال 36 مليار دي اجزاء كثيره منها، يعني مش عايز اقول 70% او رقم ده للمركزي ان يفصح عنه، ولكن جانب كثير منه هو ديون، وهو سندات، وهو أذون خزانة، وهو كلها ديون علينا، وبالتالي هذا الرقم لا يعني ممكن نحتفي به في إطار محدود، ولكن لا يمكن أن أنا أقول أن أنا سعيدة جدا بالوصول لهذا الرقم، لأنه جزء كبير من مكوناته مش فلوسنا،
مش بتاعتنا. معظمها جزء كبير منها هي ديون، صحيح ممكن تسدد على فترات طويلة، صحيح مش هتتسدد بكرة، ولكن هي في النهاية مش ناتج عمل، مش ناتج عمل وجهد للاقتصاد. وعلشان كده بنقول أرجوكم لما تقروا الرقم ده ما تقولوش أوبس وصلنا بقى للإيه، لسدرة المنتهى. لا، ما زال أمامنا طريق طويل من العمل الشاق والجهد الكبير، خاصة في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في الصناعة، خاصة في الاستثمار، خاصة في الانتاج والتصدير. هو ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه. وأتمنى من المركزي انه يطلع لنا بريك داون او كشف تفصيلي يعني القفزة اللي من 31 مليار ل 36 مليار دي قفزة عظيمة، لكن محتاجين نسأل ازاي. طبعا دخل فيها جزء من، دخل فيها الشريحة التانية من قرض صندوق النقد، لكن هل أضيف هنا أذون الخزانة؟ ودي أدوات دين، هل أضيفت هنا؟ وده سؤال حقيقة لا أملك الإجابة عليه. بعض الدول بتضيف أذون الخزانة للاحتياطي، بعض الدول لا تضيفها. مصر ما كانتش بتضيف أذون الخزانة ولا أي حاجة من الهوت ماني كانت بتضاف، أو الأموال الساخنة يعني كانت بتضاف للاحتياطي النقدي. فهل نحن بدأنا طريقا جديدا في حساب الاحتياطي وابتدينا نحط أذون الخزانة عشان الرقم يبقى كبير؟ ما احنا كمان لازم نكون صادقين مع أنفسنا. فأظن أنه يعني هذا الرقم له مؤشرات إيجابية مهمة، لكن أيضا محتاج وقفة ومحتاج بريك داون، ومحتاج أن احنا نعرف تفاصيله علشان نكون وإحنا بنشوف الأرقام واقفين على أرض صلبة. مش عايزين نقف على أرض ناعمة، مش عايزين نقف على رمال مش صلبة. الاقتصاد ابتدى يتحرك، عندنا أرقام ومؤشرات إيجابية بالفعل، لكن لسه الاستثمار محتاج شغل، الصناعة محتاجة شغل، التصدير ابتدى يتحرك بالفعل، لكن هذا هو الاقتصاد الحقيقي. لسه قدامنا طريق طويل، ولكن الإجراءات اللي اتخذناها إجراءات مهمة وصحيحة وسليمة. نحن على الطريق الصحيح، لكن لسه مجهود كبير وعمل شاق أمامنا، وإن كنا زي ما قلت على الطريق الصحيح. طيب النهاردة عندنا أخبار كتيرة، منها نظام التعليم، والحقيقة أنه السيد وزير التربية والتعليم أعلن عن مجموعة من يعني مجموعة من المكونات المهمة جدا لنظام التعليم. وخلونا نشوف هذا المقطع من المؤتمر الصحفي اللي عقده النهاردة، واللي اتكلم فيه على أنه سنة 6 ابتدائي ستكون سنة نقل عادية. لكن الحقيقة أن المؤتمر فيه كان كلام مهم جدا، وتفاصيل أخرى مهمة جدا، منها أن الحقيقة لنظام التعليم زي ما أنا قريته كده من الخبر مبشر جدا جدا جدا. نسمع هذا المقطع. موضوع الصف السادس الابتدائي، أنا مش هعيد الكلام المكتوب، يعني أحكام المادة كذا كذا وقانون التعليم وكذا، إنما القرار الجديد إن إحنا هنعتبر الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، مش هنلغي سنة ستة. سنة ستة زي ما هي، بس بدل ما تبقى شهادة تبقى سنة نقل عادية. الاختلاف الوحيد عن سنة خمسة ابتدائي إن تصحيح الامتحان اللي بيتم على مستوى الإدارة هيكون عن طريق معلمين من مدارس غير مدارس الطلاب عشان نضمن جدية الامتحان، انما كده هتبقى سنة نقل عادية. طيب خلوني الخص لكم لحد ما يكون معانا السيد وزير التربية والتعليم، خليني الخص لكم اهم ملامح هذا النظام التعليمي. اولا ده نظام، اولا النظام الجديد اللي هيطبق على الملتحقين برياض الاطفال هيبتدي من عام 2018-2019، وده كان قاله لنا الوزير قبل كده. منهج جديد لمراحل التعليم الاولى من رياض الاطفال الى الصف الثالث الابتدائي، يعتمد على بناء الشخصيه وتنميه مهارات الطالب. الصف السادس الابتدائي سنه نقل عاديه وليست شهاده، سنة نقل عادية وليست شهادة. مادة التربية الفنية والكمبيوتر، وده الحقيقة خبر مهم جدا بالنسبة لي، هي مواد نجاح ورسوم، وانا بتكلم على انه احنا بنبتدي الكلام ده من 2018-2019. مادة التربية الفنية والكمبيوتر مواد نجاح ورسوم، ولكن لن تضاف الى المجموع لحين الانتهاء من وضع تصور جديد لطريقة تدريسه.
هيتم أيضا تشكيل لجنة فنية لإعادة 3 كتيبات للأنشطة وقيم المواطنة والهوية وإدخالها بالمناهج الدراسية. هنحاول نسأل الوزير ده يعني إيه. وكمان الحقيقة إنه هيكون في تخفيض للمناهج. نيجي بقى للثانوية العامة. الثانوية العامة الوزير قال في المؤتمر تبدأ مرحلة التعليم الثانوي نظام جديد يبدأ تطبيقه من 18-19. برضو تقييم الطالب هيكون ممتد على مدى 3 سنوات مش سنة واحدة بس. يعني الثانوية العامة مش هتبقى الآمر الناهي اللي هو ايه ميك اور بريك زي ما بنقول. يقوم النظام الجديد على نوعين من التقييم في سنوات التعليم الثانوي، الأول قائم على المشاريع على المستوى المدرسي والثاني قائم على أسئلة الاختيارات. طيب معي على الهاتف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. والدكتور أنا الحقيقة عايز أقول لك حاجة قبل ما نبتدي نتكلم في التفاصيل. اسمح لي أقول لك إني لأول مرة أكون متفائلة بشأن التعليم في مصر، وبشكرك على إنك صدرت لي هذا التفاؤل بهذا الفكر الجديد. مساء الخير الأول. لا انا متاكده وعارفه يعني شايفه المجهود وشايفه النتائج وابتديت اشوف يعني في بعض الحاجات كده تحس انها كي مفاتيح. فانا عايزه اشكرك واقول لك بجد انا اول مره اكون متفائله بشان التعليم في مصر. طب نعدل بس التليفون يا دكتور لان انا مش سامع حضرتك. اولا اشرح لي بقى لماذا اولا كل هذا النظام الجديد يبدا من ايه 18 19؟ في حاجتين ان شاء الله في 18 19. النظام الجديد خالص اللي بتتكلم عليه المستهدف رياض الاطفال، بحيث بدل هنوقف دخول الطلاب في النظام الحالي خالص ونستبدله بنظام جديد اللي بنحلم بيه بقى اللي هو الجديد. اي حاجه بنتكلم فيها بقى عن البنى الشخصيه، عن المهارات الجديده، عن الابتكار وكده، احنا قررنا ان دي مش هتنفع بالنظام بالتوليفه الموجوده دي. فكان لازم نبني حاجه قد تكون فرصه لينا، ورئيس يعني بيدعمنا جدا في الفكره دي، فدي من سابق الزمن طبعا عشان تبقى في خدمه كل ده في 18. بس في نفس الوقت بما ان النظام الحالي جواه كل هذا العدد من الطلبه لازم حافظ هيبقى معانا 11. فانت هتشتغل بالتوازي. بنشتغل بالتوازي. فكره في النظام الحالي كان نعرف نفرق بينهم، الحالي بنسميه نمره واحد والجديد بنسميه نمره اثنين. فالنظام نمره اثنين بيبدا من رياض الاطفال واولى ابتدائي، ده لوحده. النظام بقى الحالي نمره واحد بقى لا زال في ناس داخله في المرحله الثانويه، اللي داخل اولى ثانوي سنه 18 هيتم تطبيق نظام تقييم مختلف عليه، بحيث لما يخلص الثانوي ويوصل ثانوية عامة مش هيبقى في حاجة بقى اسمها ثانوية عامة، بل هيبقى في حاجة زي الجي سي اي، نظام افريج من زي الجي سي اي بقى وزي كل الأنظمة دي. حاجة هنعملها عشان بطريقتنا بقى، هنتعلم من الآخرين طبعا، بس هنضطر نعملها بطريقه نتفادى مخاوف اولياء الامور من تحكم المدارس احيانا. طب يا جماعه انا مش سامعه، معلش حضرتك تاني يا دكتور لو نعدل التليفون او كده. اتفضل. ايوه كده. يعني هنعملها بشكل يبدد مخاوف الاهالي من ان الدروس تستمر 3 سنين بدل سنه والاستاذ يتحكم في النمط. فاحنا عارفين طبعا ده، وده مش الهدف خالص. الهدف زي ما حضرتك قلتي انها تبقى حاجه زي الانترناشونال بكالوريا وزي الاي جي وكده، وتتعمل مظبوط، ويبقى نصها مشاريع ونصها يعني بنوك اسئله معموله الكترونيا ما فيهاش تدخل بشري خالص لا في الامتحان ولا في التصحيح. بس برضو نرجع تاني نسال، هل ده يؤدي لتقليل الدروس الخصوصيه؟ لا، ده المفروض الهدف منه انهاء الدروس الخصوصيه. انهاء الدروس الخصوصيه. بالعكس، اهالي خايفين منه، وده ملوش اي علاقه بالتجارب اللي هم شافوها في الماضي وخايفين منها. لما كانت الثانويه العامه 2 سنين قال لك كده هتبقى 3. لا، ده مش الهدف خالص. الهدف ان احنا نقيس مهار اللي اتعلموه الطلاب، مش فكره الاجابه النموذجيه. عاوزين نعلمهم البحث والتفكير والمشاريع، قصه ثانيه خالص. فهتروح الدروس اوتوماتيك لان الدروس مبنيه على تحفيظهم الاجابه. لما ما يبقاش في امتحان قومي ولا اجابه نموذجيه الدروس ما بقاش فيها لازمه.
طيب احنا كده بنتكلم على اللي داخلين اولى ثانوي من اول من سنه 18 19، يعني العام الدراسي مش اللي احنا فيه ده، العام الدراسي القادم باذن الله. دول هتكون الثانويه العامه او يعني شهاده الثانويه هتكون على 3 سنوات، والتقييم فيها هيكون قايم على يعني الاسئله بقى اللي هي المالتيبل تشويس والكلام، وفي اسيز اكيد طبعا. بالظبط. والمشاريع، فلكن التقييم هيكون على 3 سنوات بطريقه تعليم مختلفه. بالظبط. طيب ده في النظام الحالي. طيب حضرتك ليه لغيت الابتدائيه كشهاده يا دكتور؟ والله يا فندم الشهاده الابتدائيه دي يعني ما بقاش ليها قيمه عمليه فعلا، لان مستوى التعلم بتاع الجامعه لا يسمح زي زمان اللي يتخرج منها يقف هنا ويشتغل مثلا او يبقى جاله نصيب من التعليم، دي تبقى شهاده يعني. هي بس بيتصرف عليها فلوس كثيره جدا في صوره مكافئات وكنترولات، بينما هي لا تؤدي اي غرض، فاحنا هنعتبرها بس سنه نقل عاديه خالص. وعاوزين نقلل الضغط العصبي اللي بيتعمل في الاطفال في السجن اللي المفروض يعيشوا فيه كاطفال. فبدل ما نحملهم في امتحان ملوش قيمه فعليه غير انه بيصدر لهم يعني ضغط هائل، وبياخدوا فلوس، بياخدوا فلوس ثانيه وثالثه ابتدائي. دروس؟ ثانيه وثالثه ابتدائي؟ في ناس بتاخد دروس من قبل كده كمان. بالذات كمان في بالذات في العربي في الابتدائيه والحاجات دي بياخدوا دروس. طبعا. فاحنا عاوزين نشيل ده من الحته دي ونخليهم يعني افضل لهم يعيشوا كاطفال فعلا. طيب. أنا شايفة كمان اعتبار مادة التربية الفنية والكمبيوتر مواد نجاح ورسوب، ده هيكون من إمتى يا دكتور؟ لا ده من السنة دي على طول، بس هنا أحب أوضح حاجة. إحنا شايفين إن الرسم والكمبيوتر مادتين الاثنين مهمين جدا. معنى القرار ده المواد الفنية اللي هو الرسم مش كده؟ الرسم. كلنا كنا بناخد رسم طبعا. المشكلة الحالية عشان إحنا نعترف بس بالحقيقة، الاداء اللي على الارض او وجود مدرس الرسم او مدرس الكمبيوتر مش كافي. الكمبيوتر بيتدرس على التخته مش بيتدرس بكمبيوتر، لان معظم المدارس ما فيهاش الادوات. وبالتالي كده احنا بندخله في المجموع بنؤذي الولاد. يعني انا نفسي اعلمهم كمبيوتر بس اعلمهم صح. فقلنا لحد ما اكتمل نقدر احنا نديهم ده مظبوط، مفيش داعي نظلمهم ونحطه في المجموع بقى. فهنعمله ماده نجاح ورسوب اعترافا منا بعدم قدرتنا على توفير ده دون مدرسات، اول ما نوفره هنرجعه تاني جزء من الفصل. فاحنا دلوقتي بنتكلم على انه من هذا العام الدراسي الرسم والكمبيوتر هيكونوا مواد نجاح ورسوب، مش هيضافوا للمجموع، لكن مواد لكن لازم الولاد تنجح. لازم. ده شيء عظيم والله، ده شيء عظيم. طيب المدارس المتفوقين بقى، وانا عارفه انه الرئيس كان مهتم جدا بقصه مدارس المتفوقين على مستوى الجمهوريه، وضعها ايه دلوقتي؟ بتوسعوها ازاي؟ هو في 11 مدرسه والتجربه نجحت جدا جدا. اللي هي مدارس النيل يا دي يا دكتور ولا ايه؟ لا لا لا، في نوعين، في المتفوقين اللي هم الستاب، دول بياخدوا الاوائل بتوع الاعداديه المتفوقين في العلوم والرياضيات، يعني عشان يتقبل لازم تجيب ماده نهائيه، يعني نمره نهائيه واحده من العلوم او الرياضيات و98% مش اقل في الثانيه. فاحنا بننقي الناس الشطار جدا جدا، ودول بيروحوا مدرسه داخلي 3 سنين وبيتعلموا بالكابستون بروجكت، بمشاريع مش بامتحانات ومش بكتب، ما عندهمش منهج تقليدي، عندهم مخرجات تعلم. فده نظام مبتكر جدا ويعني ماشي بجوده فعلا عاليه، بس ده لاستقطاب اللي هم الجينيسز يعني بتوع العلوم والرياضيات. الرئيس عجبه ده جدا وعاوزه على الاقل يبقى في مدرسه من دول في كل محافظه، فعاوز. وده حقيقي مطلب طبعا منطقي جدا، لانه فعلا فكره انك تبحث عن هؤلاء، طب ابحث عن العباقره، ابحث عن الشاطرين. وده الرئيس بيأكد عليه وعاوز اكتر من كده، هو عاوز تصور كامل ازاي نكتشف الموهبه من اول للحضانه، سواء كانت في الرسم، في الادب، في الموسيقى، في العلوم والرياضيات، وده بنحاول نعمله فعلا دلوقتي. دكتور مش هترجعوا حصه الالعاب؟ انا مش يعني حضرتك كده بقى هتكتشفي كل الاسرار. احنا بنعمل بروتوكول هنعمله قريب جدا، ضخم جدا،
هنرجع بيه الرياضه المدارس. ارجوك اقدر اقول عملنا بروتوكول مع اتحاد الترايثلون اللي هو بتاع الجري والسباحه والدراجات، مش بس كره القدم. لا عايزين احنا زمان كنا في المدرسه بنلعب تنس، بنلعب فولي بول، بنلعب هاند بول، كنا بكل انواع الرياضه يعني. ويعني بنعمل اتفاق مع انديه كبرى في مصر عشان تدعمنا وتعمل لنا دوري للتعليم الخاص، دوري للتعليم العام، دوري المدارس في المدارس. فهنرجع ده كله، وفي اتفاق مشابه بنبحثه دلوقتي مع دار الاوبرا المصريه ومع مخرجين مسرحيين كبار جدا عشان ترجع التمثيل والفنون. بالظبط، احنا كان عندنا، انا فاكره كويس قوي، كان في حصه موسيقى، والموسيقى دي كان جواها كل شيء يعني. وكنا بنقرا شعر، وكنا بنعمل مسرحيات دايما في نهايه السيزون يعني. كل ده كان بيربي برضو يعني طاقات فنيه لدى الاولاد. والله الاكثر من كده، او الفلسفه بقى اللي هي زي اللي حضرتك بتقوليه، عايزين نعيد بناء حاسه التذوق. بالظبط، يعني هم لما يشوفوا الفنون ويشوفوا يسمعوا التكنيكا وكده، مش بس بنكتشف مهارات، بس بنعلي التذوق. والتذوق بدل ما نسمع اغاني التوك توك نسمع اغاني ثانيه. المشاعر الانسانيه كلها والاداء كله بيتغير لما بتهددي هذا. يبقى لازم نرجع حصه الموسيقى. حته الموسيقى وتبقى حقيقيه، مش تبقى نشاط كده يعني. ايوه، يقعدوا الولاد تلعب في اي حاجه. لا لازم بنحاول نعمله بطريقه منهجيه. وهتشوفي حضرتك ده في السنه اللي جايه دي على طول. السنه الجايه على طول. طب ارجوك، انا محتاجه يعني يا ريت نتفرج على التجارب دي، لانه فعلا هتحسسنا ان في امل. طيب المدارس اليابانيه كان المفروض بدايه التقديم ليها اظن النهارده، لسه ما بداتش. ايه تقدر تقول لنا ايه يا دكتور عن هذا الامر؟ دي طبعا معركه مع الزمن بقى الحقيقه. احنا في 28 مدرسه بيبنوا، والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هي المنوطه بذلك، وهتسلمه لنا الوعد انها تسلمه لنا 15 اغسطس، يعني بعد اسبوعين. واحنا بعتنا ماستر ترينرز او مدربين الى اليابان، راحوا 40 واحد ورجعوا وبيدربوا مئات زمايلهم علشان يتمرنوا على الطريقه دي في التدريب. وهنفتح الباب خلال ساعات يعني لقبول طلبة رياض الأطفال لحد ثالثة ابتدائي. في ال 28 مدرسة دول اللي إن شاء الله يبتدوا السكان. طب إمتى التسجيل يا دكتور؟ أعتقد إنه بنتكلم على يعني يا إما بكرة يا بعد وحاجة كده. يعني هيفتح خلال أيام. طيب يعني بصراحة أتمنى لك التوفيق جدا، الرؤية واضحة، الخطوات واضحة. بجد اتمنى لك التوفيق، واظن انه كمان لازم القطاع الخاص يدخل معاك في، يعني زي ما حضرتك بتقول يعني، سواء يعني لازم يبقى فيه مشاركه، لانك مش هتقدر تعمل ده، او الدوله مش هتقدر تعمل كل ده لوحدها الحقيقه. ده بالظبط اللي قاله السيد الرئيس، وده في مشروع هنطرحه خلال ايام برضه اسمه اشتراكه مع القطاع الخاص، اتعمل بالكامل، وهنعمل مئات المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص، وهنديلهم تيرمز جميله جدا. هايل. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والحقيقة بحييك مجهود كبير، وأتمنى أنه يعني فعلا ده يؤتي ثماره. التعليم هو أساس كل شيء. وبما أننا بنتكلم في التعليم، فهذه تحية أخرى، النهاردة يوم التحيات، تحية أخرى للدكتور جابر جاد نصار الذي يغادر جامعة القاهرة، أو رئاسة جامعة القاهرة، بعد أن يعني الحقيقة قدم مجموعة من الإنجازات المهمة جدا. أظن أنه في تاريخ الجامعة هتفضل بصمة الدكتور جابر جاد نصار ما تتنسيش. وأنا اختلفت مع الدكتور جابر يمكن في سنوات سابقة، لكن العدل والحق والإنصاف يقول أنه لما ابتدينا نشوف أمور يعني حقيقي، يعني إنجاز على الأرض، سواء بقى
انه اغلق الزوايا، سواء انه واجه عش الدبابير ووقف امام التيارات الدينيه المتطرفه داخل الجامعه، سواء انه رجع النشاط المسرحي والفني مره اخرى، سواء انه منع النقاب من مستشفيات جامعه القاهره ومن التدريس بجامعه القاهره، سواء انه الحقيقه يعني انجازات كتيره جدا، سواء بعثه الحفريات اللي اكتشفت مقبره ضخمه في تونا الجبل، سواء البدء في إنشاء معهد أورام 500 يعني في إنجازات عديدة جدا، قائمة طويلة من الإنجازات الحقيقة لازم نشكر فيها دكتور جابر جاب نصار اللي بنحييه معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ لميس، أهلا وسهلا. وتعود من مقعد رئيس الجامعة إلى مقعد الأستاذ. إلى مقعد الأستاذية، ومقعد الأستاذية هي الحقيقة الباقية في في حياة أستاذ الجامعة. أنا أعتقد أنني يعني تقلدت منصب رئيس الجامعة القاهرة، وهو منصب رفيع لا يدانيه في الحقيقة مناصب كثيرة جدا. اجتهدت في وقت صعب جدا، وكانت الجامعة في مهد أغسطس 2013 يا دكتور. ده عز بقى ربعة، ويعني كان في عز كان اتخذوا من الجامعة مكانا وستارا وسترا لكسر هيبة الدولة ولتقديم. وبعدين جامعة القاهرة ده رمز مصر كلها طبعا. يعني حتى لما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة في سبتمبر 2015 وقال لي أن جامعة القاهرة رمز لمصر يجب ألا يلقى عليها قنبلة غاز. وفي الحقيقة إحنا اجتهدنا، وبعدين كان الإصلاح متكامل وشامل. أنا أرجو أيضا أن أضيف إلى كل الذي عددتيه أن الجامعة لأول مرة في تاريخها تدخل في تصنيف الكيو اس الانجليزي في اطار اول 500 جامعه على مستوى العالم. النهارده احنا سبقنا جامعه بن جوريون اللي في اسرائيل، اللي هو الناس في اوروبا وامريكا يتباهوا بان هم اتعلموا فيها. في تصنيف جامعه القاهره سبقنا هذه الجامعه وجامعات تصدر على مستوى العالم، ودخلنا لاول مره في تاريخنا اول 500 في الكيو اس، وعندنا 10 برامج دراسيه وست قاعات دراسيه وست قطاعات دراسيه مصنفه دوليا في اول 200 برنامج وقطاع على مستوى العالم، من اجمالي اكثر من 20,000 برنامج و20,000 جامعه. هذا انجاز في الحقيقه. طبعا طبعا دكتور، اصعب وقت عدى عليك كان ايه؟ اصعب وقت عدى عليا الحقيقه كان طبعا الفتره اللي هي من سبتمبر 2013 حتى مايو 2014، اللي هو بقى كان فيها المظاهرات، كان فيها صعب جدا. وكان كمان في تحدي ان احنا كان لدينا رؤيه اختلفنا فيها مع الكثيرين، اننا يجب ان نواجه التطرف قبل مواجهه الارهاب او بالتوازي معه، لان الفعل الارهابي يمكن مواجهته بالقانون وايضا بمعاصي السلطه، انما التطرف الذي يسكن في عقول وقلوب الطلاب هذا ما كان يمكن ان يواجه الا بالقوه الناعمه لمصر اللي هي الثقافه والفنون والاداب. ولذلك انا استلمت جامعه القاهره فيها 7 مسارح، الان فيها 20، واعتقد انك استلمتها كمان مديونه والان فيها فائض. طبعا طبعا انا استلمتها مدينه، اليوم اسلمها لخلفي وهو امتداد ايضا للمنظومه، احد نواب رئيس الجامعه. وانا في الحقيقه عايز اقول ايضا ان احنا اشتغلنا عمل مؤسسي. دكتور محمد الخشك، ايوه، هذا النجاح لا يمكن ان ينسب لشخص جابر نصار، ولكنه ينسب الى منظومه انا جزء منها، والرئيس الجديد جزء منها، اتمنى له التوفيق والنجاح. اللي انا عايز اقوله في الحقيقه انه النهارده وجه جامعه القاهره تغير، وجوه الطلاب والطالبات فيها تغيرت،
النهاردة أنا يعني بسلم الجامعة أو سلمت الجامعة أمس وبعد تمام مدتي. وفي الحقيقة أكتر حاجة أنت فخور بيها إيه يا دكتور؟ أكتر إنجاز أنت فخور بيه؟ أكبر إنجاز أنا فخور بيه أولاً القضاء على التصرف داخل جامعة القاهرة، ثانياً تواصلي مع الطلاب. أيوة أنا أنا كنت هقول ده يا دكتور الحقيقة. طبعاً تواصلي مع الطلاب، أنا في الحقيقة كل العبارات التي يكتبها الطلاب الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، طلاب قد لا يكونوا قد قابلوني وجها لوجه، لأن في جامعة القاهرة 300 ألف طالب، يصعب أن أنا أقابل الطلاب دول كلهم، إنما مشاعر المتصلة بيني وبينهم ووسائل التواصل بيني وبينهم، مشاعر الحب والعرفان والتقدير، أنا في تصوري أن هذا أكبر وسام على رأسي وصدري وتاريخي. النهاردة أيضا ما أنجزناه في البنية التحتية، احنا كنا بنشتغل كمان تحت الأرض، لما صحيح. حصل بتاريخ 17/12/2013 أنا اشتعلت النيران بفعل الإخوان على البوابة الرئيسية في جامعة القاهرة، أوضة الأمن، ما كانش عندنا إطفاء علشان النهاردة عملنا أكبر وأحدث وأعظم شبكة إطفاء ذاتية تحت الأرض، وتغيير البنية التحتية في المية والكهرباء في جامعة القاهرة من 88 سنة ما اتغيرتش، وعملنا بنية إطفاء دلوقتي الجامعة مؤمنة بإطفاء إلكتروني، النهاردة ساعتك مش محتاجة عربية إطفاء تخش الجامعة. يعني أنا عايز أشكرك طبعا نيابة حمام السباحة، لما حمامات السباحة الأولمبي اللي شكله يفرح في الحقيقة، ده كله علشان خدمة طلاب جامعة القاهرة، علشان بعد كده الطالب يبقى يحب بلده ويحب جامعته. عايز أقول لك كمان إن السنة دي لأول مرة في تاريخ جامعة القاهرة والأول مرة في تاريخ جامعة مصرية ندخل العام الدراسي الجديد مفيش طالب في جامعة القاهرة عليه جنيه، مفيش نتيجة محجوبة، سددنا كل الرسوم عن الطلبة المتعثرين بمساهمات من البنوك زي البنك الأهلي وبنك مصر وغيره، ولذلك أنا متقدم لكل هؤلاء بالشكر والتقدير. نعم. بنترك جامعة القاهرة وهي منارة ونور وتنوير في عقل المصريين جميعهم، وأتمنى لها أن تستمر مع قائدها الجديد الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشبي. يعني أنت لا تترك جامعة القاهرة طبعا، لأنك ستعود إلى مقعد الأستاذية وحتفضل موجود معانا، وربنا يعني يديك الصحة طبعا. ونلتقي قريبا بإذن الله يا دكتور، يعني ربما تكتب كتابا يعني عن هذه الفترة، لأنه الفترة دي جزء من تاريخ مصر، أصل أنت مش بس جزء من تاريخ الجامعة أو من تاريخ طبعا. جابر جد نصاري، هي جزء من تاريخ مصر، لأن من أغسطس 2013 ده في سنة صعبة جدا مرت علينا كلنا، فيعني أنا لازم أحييك وأشكرك، ويعني شكرا. مواقفك دايما مشهود لها، وستبقى إنجازاتك يعني محفورة في أهم حاجة في عقول الطلبة اللي هيستفيدوا بيها كلهم. بشكرك دكتور جابر جاد نصار. أنا عايزاكم تسمعوا دلوقتي معي هذا النشيد، اسلام يا مصر. اسلام يا مصر ده كان نشيدنا الوطني من 23 ل 36، ده طبعا من تأليف الشاعر مصطفى صادق الرفعي والحان الملحن صفر علي، لكنه بتوزيع جديد لمؤلف موسيقي شاب يوسف صادق المصري، والكوركستر بيعزف في استوديوهات Warner Brothers. نسمع جزء منه ونرجع. Thank you.
ومعي على الهاتف الموزع والمؤلف الموسيقي المصري يوسف صادق. يوسف مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. انت في انهي ولايه؟ انا في كاليفورنيا في مدينه لوس انجلوس. في كاليفورنيا في لوس انجلوس. احكي لي بقى قصه. انا عارفه ان القصه دي يعني يمكن من شهر انت كنت حاطط المقطوعه دي على اليوتيوب. احكي لي القصه بالظبط يا يوسف، ازاي وصلت باسلام يا مصر تتعزف في وورنر براذرز؟ دي كانت مسابقه موضبينها شركه او يعني مؤسسه ثانيه ملهاش دعوه بورنر براذرز، يعني اسمها هوليوود سكورينج. كان بنقدم السكور بتاعنا او بنقدم النوت يعني لاي مقطوعه عايز تعزفها، وبينقوا خمسه يعزفوا المقطوعه بتاعتهم، فكل واحد كان ليه تلت ساعه ان هو يسجل مع الاوركسترا دي، وده في حد ذاته هو ده يعني ده الجائزه بتاعت المسابقه انك تسجل مع الاوركسترا الكبيره دي يعني. بس اخترت ليه؟ في الاستوديو جميل ده يعني. انت دارس في بيركلي مش كده؟ ده حقيقي، انا دارس في بيركلي. وليه اخترت اسلام يا مصر يا يوسف؟ انا بحبها فعلا من زمان، وكنت بلعبها في المدرسه وانا صغير في طابور المدرسه يعني، وبحبها جدا من وانا صغير، وكنت نفسي من وانا صغير اعمل لها توزيع حلو، فانا كنت اوريدي اعمل لها توزيع من زمان يعني، ولما جت لي الفرصه دي جودت فيه اكتر علشان اعرف اعمله بشكل يعني احسن شويه، وكتب الاوركسترا مكونه من 60 عازف، فده كان يعني انا قلت لي فرصه يعني مش هتجيلي تاني ان انا اسجل حاجه طبعا بالحجم ده وبالرقي ده يعني. انت بتعمل ايه بقى في امريكا وناوي تعمل ايه في حياتك؟ انا حاليا انا مؤلف موسيقي، بس بشتغل حاليا مساعد لمؤلف اكبر مني يعني بيكتب موسيقى تترات افلام في امريكا، يعني تترات يعني الاعلانات بتاعت الافلام التريلرز. يس. انا بشتغل في شركه بتكتب مزيكا التريلرز وفيديو جيمز، بس ده حاليا اللي انا بعمله، وبعمل ماجستير في نفس الوقت في كندا. نفسك تعمل ايه؟ يعني بما انك انت مرتبط قوي بالموسيقى الشرقي يعني او بموسيقانا اللي احنا بنحبها، فانت نفسك تعمل ايه؟ انا نفسي، انا درست موسيقى تصويريه وكان حلمي دايما ان انا اكتب موسيقى تصويريه لافلام، فده هدفي ان انا عشان كده نقلت لوس انجلوس علشان احاول اوصل ان انا اكتب موسيقى فيلم، عن موسيقى تصويريه لفيلم امريكاني يعني. او اي فيلم طبعا يعني، بس يعني الكارير هنا في لوس انجلوس يعني. بيدخل في كتابتك بيتخش يعني الجزء الشرقي اللي فيك ممكن يدخل في النوت، يدخل في حاجات معينه في الميوزك وانت بتالفها؟ طبعا مش في مزيكه التريلرز، مش في شغلي الحالي، بس في المؤلفات عامه معظمها بيبقى واخده الطابع الشرقي، لان ده اللي انا برضو بحبه، وبس بحب اكتب الموسيقى الشرقي بس بوزعها للاوركسترا اكتر ما وضعها للسمول يعني لفرقه صغيره يعني، بحب اكتب الاوركسترا. الحقيقه ان التوزيع جميل جدا واحساس رائع ان احنا نسمع. انت كان احساسك ايه بقى وانت وانت بتقود هذا الحجم من الاوركستر في اغنيه اسلام يا مصر؟ والله هو الموضوع كان اول دقيقتين كان مرعب، لان بخش الاقي 60 عازف مستنيني يعني مستنيين ان انا اقود المزيكا اللي لسه اول مره هم يشوفوها واللي انا اول مره اقابلهم. ده ما عملتش بروفات يعني؟ ما فيش بروفه. ما دي فكره، ما هو كل واحد قدامه النوت، هم اول مره يشوفوا النوت وانا اول مره اقابلهم اصلا، فقدامي تلت ساعه، فاول دقيقتين كان رعب، بس مع الوقت هم ساعدوني، وانا يعني هو احتاج بس اول دقيقتين تسيطر على الموقف وبعد كده الموضوع بيمشي الحمد لله يعني. واعتقد خدتوا احسن خدتوا الجايزه بقى بتاعه المسابقه دي ولا ايه؟ لا، ما هي دي الجايزه. ان الجايزه نفسها انك انت يعني الجايزه بتاعت المسابقه انك انت تسجل المقطوعه بتاعتك مع الاوركسترا دي، هو دي الجايزه نفسها. وانا بحييك الحقيقه وسعيده جدا طبعا، انه سعيده بيك اولا، واتمنى لك التوفيق، وان انت اشوف بقى اسمك على التترات لما اروح سينما بره ولا سينما هنا واشوف اسمك يوسف صادق كده، تريلر باي يوسف صادق. ده يعني نفسنا نسمع نقرا ده، ويعني بنبقى سعداء بشبابنا وبيبقى سعداء بيك وانتوا بتاكدوا نفسكم في الخارج. وطبعا عايز اقول لك قد ايه انت اسعدتني واسعدت جماهير كتيره في مصر باسلام يا مصر. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي جدا. واسلام يا مصر يعني الحقيقه نشيد عظيم. اسلام يا مصر انني الفدا، ذي يدي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لن تستكيني ابدا. نسمع.
تجربة مصر في مواجهة فيروس سي هي تجربة يجب أن نفخر بها جميعا كمصريين الحقيقة، ويعني إحنا ابتدينا هذه التجربة وأمامنا طريق طويل وهرم. أنا ما كنتش متخيلة أن أنا هيجي يوم يعني أقعد مع الأساتذة والدكاترة ويقولوا لي أنه قائمة الانتظار خلصت، وأن إحنا بندور على الآخرين المصابين اللي ما نعرفش هم مين وعايزين نعالج الناس. إحنا كنا قدامنا هرم كده وبنبص له يعني لفوق وبنقول هنقدر ولا مش هنقدر. الحكاية دي طريق طويل ابتديناه من 2012، لكن الحقيقة انه الرئيس السيسي لما وصل للحكم خد كمان واصر انه ياخد على عاتقه دفع الدولة لعلاج مرضى فيروس سي، اكتشاف المرض وعلاج الناس وتوفير الدواء بقدر او يعني الدواء بيبقى مجانا طبعا، لكن توفيره كمان على الدولة بامكانات يقدروا الدولة انها تعالج بيه هؤلاء الملايين المصابين بفيروس سي. تجربة فيروس سي بقت تجربة رائدة عالميا، مش تجربة بس احنا فخورين بيها في مصر ولكن فخورين بيها في العالم. لجنة الفيروسات الكبدية بقت لجنة بتقدم تجربتها امام لجان دولية، وهي طبعا الحقيقة تجربة أشاد العالم بها، وأنا الحقيقة لازم أحيي الدكاترة والأساتذة وعلى كل هذا المجهود. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي، دكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، دكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية للشؤون العلمية والإعلامية، دكتورة منال حمدي السيد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية هذا العام عن أبحاثه في مجال الفيروسات الكبدية، ودكتور إمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومدير معهد الكبد بالمنوفية سابقا. أهلا بكم يا دكاترة، يعني إحنا رحلة طويلة قضيناها مع بعض أعتقد طبعاً. دكتور وحيد طبعاً. فاسمح لي إن إحنا واسمحوا لي إن إحنا نتذكرها سوا. إحنا هنقدم لكم تقرير طويل شوية، لكن هذا التقرير يعود بنا ل 2012 عندما بدأنا هذه الرحلة مصاحبين للدكاترة والأساتذة الأفاضل اللي الحقيقة بمجهودهم ومجهود وزراء سابقين أيضا وصلنا للمكان اللي احنا فيه. نشوف التقرير. من حوالي 5 سنين فتحنا هنا في البرنامج ملف فيروس سي واهتمينا بيه، وكان أساتذة وأطباء أمراض الكبد ضيوفنا باستمرار عشان نوعي الناس دايما بطرق الوقاية منه، وعشان نقول لهم على طرق العلاج كان ضيوفنا في حلقات كتير الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لفيروسات الكبد والدكتور جمال شيحة رئيس مؤسسة الكبد المصري. العالم بيكتشف علاجات أفضل ونتائج أحسن، فابتدى يظهر عارفين احنا من حوالي 2-3 سنين ان في ادويه طالعه بالشام للعلاج فيروس سي. وعلى مدار الحلقات بتاعتنا تابعنا التفاصيل الدقيقه للمفاوضات مع شركات الادويه العالميه للاستقرار على اسم العقار المعالج، وكمان تفاصيل المفاوضات على سعره. هل بالفعل التفاوض وصل لمراحل متقدمه ان احنا في مصر نحصل على هذا الدواء بسعر منخفض، هذا الدواء الجديد؟ هو الحقيقة احنا ما بنتكلمش على أدوية أو دواء وحيد لعلاج فيروس سي، احنا في كذا دواء حاليا ومن كذا شركة. أحد الشركات اللي احنا بنفاوضها بقالنا في الاتفاقيات والمفاوضات أكثر من 6 شهور، وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي هيخفض سعر الدواء تخفيض يعني قوي جدا، يمكن أقل من 2% من سعره في السوق الأمريكي. احنا هنا بنتكلم على دواء إيه يا دكتور؟ دواء اللي هو سولفادي اللي هو سوفالدي هو اسم العقار الجديد الذي اتفقت اللجنة العليا أو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مع إحدى الشركات المنتجة ليه شركة جيلياد الأمريكية على توفيره لمصر بتقريبا 1% من ثمنه الأساسي. الحقيقة بعد ما استقرت الحكومة على اسم العقار سوفالدي وكمان على تخفيض سعره احنا ما سكتناش، وقررنا نستضيف دكتور ريموند شينازي مخترع سوفالدي نفسه عشان نطمئن منه على مدى فعالية العقار. Tell us about this medicine. Tell us about Sovaldi. What is it? How is it more efficient in curing virus?
Well, I think you need to develop a drug, you really need certain characteristics. The major characteristics are the potency of the drug, being able to clear the virus from the circulation and from the liver and other compartments where the virus may hide. I think this is very important. The safety of the drug has to be very high. And probably the most important point is that this drug, you can, very hard to select resistant viruses. So basically the, what we call the SVR, the success of this drug is extremely high, reaching from 90 to 100% cure rates. النهاردة وزارة الصحة بدأت صرف عقار سوفالدي لمرضى فيروس سي بثمن أفرع من هيئة التأمين الصحي في عدد من المحافظات. طول الفترة دي كاميراتنا كانت بتنزل في كل مكان عشان ترصد وتتابع مراحل العلاج وصرف العقار، وكنا دايما بنسمع من المرضى نفسهم. الدكتور بيقول لي في علاج جديد جاي وسمع ان كويس احسن من الحقن والبرشام. مفيش اي حاجه ناقصه، احنا بنيجي ناخد الجرعه بتاعتنا وبنعمل تحاليلنا وبنعمل اشعاعاتنا ومفيش اي اعباء بالنسبه للمصاريف غير تذكره قيمتها 20 جنيه بس. وخلال حلقاتنا الكتير احتفلنا في 2016 بخلو 11 قريه مصريه من فيروس سي، وكمان احتفينا هنا في البرنامج بانتهاء قوائم انتظار المرضى. فعلا كل قوائم الانتظار خلصت؟ اه فعلا حضرتك، جميع قوائم الانتظار كانوا قد ايه يا دكتور؟ حضرتك قوائم الانتظار هو لحد دلوقتي اتعالج من بدايه تطبيق العلاج الجديد اللي هو تم تطبيقه في اكتوبر 2014 لحد النهارده، بنتكلم في حوالي سنتين. لحد دلوقتي تم علاج ما يقرب من 830 الف شخص. 830 الف شخص. وعاوز اقول لحضرتك ان العدد اللي اتعالج دوت استاذه لميس على مستوى مصر ده ضعف العدد اللي اتعالج على مستوى دول العالم كلها في فرنسا. دكتور جمال، 11 قرية ناس ممكن تشوفها كتير وناس ممكن تشوفها قليل، لكن بداية لحلم انه مصر تكون خالية من فيروس. لما يكون مجتمع آلاف الناس ونقدر ان احنا نخليه بالكامل خالي من فيروس سي، يعني بنركز على مجتمع ويصبح خاليا تماما من فيروس سي. احنا بندور على 3 مليون مريض، طب ايه وايه يعني افكاركم للبحث عن هؤلاء المرضى؟ انا وزاره الصحه مشكوره فعلا بتعمل بث في جميع القرى والاسبوع والمدن، وهي دايما حضرتك اشارت، يا ريت كل صاحب شركه، يا ريت كل اب او ام في عيلتها، يا ريت كل مواطن يتوجه لاي مستشفى هيحلل الدم تكلفه بدون اي تكلفه. ولما يكتشف عنده فيروس سي هيتعالج تماما. يعني كان زمان اللي يكتشف عنده فيروس سي كان يجي يعيط لنا انا ملوش علاج فعال، دلوقتي علاج فعال جدا هيخف تماما. انا لازم احييك دايما، بحييكوا يا دكتور وحيد، الحقيقه انتوا عملتوا مجهود خرافي. انا يعني بقالنا كام سنه يا دكتور في هذا المشروع؟ حضرتك معانا من اول يوم لو تفتكر، يعني اول يوم كنت معانا وعملنا حاجات سوا، واحنا قلنا هندوى ده هنوفره وهنجيبه. اول ما كانت فكره وكنا بنتفاوض مع منتجي السوفالدي، عارفين كانوا امريكان او كده. اشكرك كده على دعمك لينا. وحتى بعد ما انهينا على قوائم الانتظار وعالجنا 1,600,000 مريض، البرنامج لسه مواصل حملته مع الدوله حتى اعلان مصر خاليه من فيروس سي. طريق طويل، ويعني اعتقد ان انتوا كمان فخورين، يعني انا فخوره جدا بالطريق ده، واظن دكتور وحيد يعني احنا سعداء ان احنا عالجنا كل الناس دي. يعني اجمل شعور ان يجي لك مريض كان بيعاني من فيروس سي ويخف، وشعور جميل جدا ان يجي لنا مريض دلوقتي اكتشف عنده فيروس سي نقول له ما تخافش هتخف اكيد بدون اي مشكله. طب انا لازم بس احيي دكتور ادري السعيد المدير التنفيذي للجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه اللي انضم لنا دلوقتي. يعني انفقنا كام يا دكتور؟ والبدايه كانت امتى لو تذكر؟ يعني بدايه تصدي فيروس سي في مصر لو تسمحوا لي يعني اقول لحضرتك التاريخ، يعني في 2006 لما دكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أنشأ لجنة قومية، وكان ليه نظرة كده مستقبلية وفيجن إزاي نواجه مشكلة بهذا الحجم اللي كانت أيامية، كانت فعلا أزمة عنيفة في مصر فيروس سي، وكنا بنروح مؤتمرات في الخارج نتكسف إن إحنا ما لناش برنامج قومي، وكان الناس بيتعالجوا بالأعشاب ويتعالجوا بالحبة صيني يعني كلها حاجات وهمية. اللي اتعمل في 2006 إن إحنا ابتدى ننشأ اللجنة دي، واللجنة دي ما لهاش أي ميزانية ولا تمويل من دولة. كنا ابتدينا ولا مقر ولا هيكل ولا اي حاجه، ابتدينا بقى نعمل كل الحاجات دي. ابتدينا انا ودكتور جمال ودكتور منال في الاول واعضاء اخرين معانا،
وابتدينا نعمل فروع، ابتدينا نجيب العلاج المتاح وقتها اللي هو الانتفيرون، وابتدينا نعالج بالانتفيرون، وفتحنا مراكز في المحافظات حتى 2012 كان عندنا حاجه بتاع 30 مركز او حاجه 30 مركز في جميع المحافظات. وطبعا عرفنا وقتها نتيجه ابحاث عديده جدا ونتائج في الواقع ان الانتفيرون مش الحل الامثل ومحتاجين حاجه احسن. وبدا ده الوقت اللي هو ابتدى بقى دخول الادويه الجديده الحاجه عشان تقليها، وهي على فكره مش بس سوبالدي فقط، هي سوبالدي وما يتتبعه بقى في حاجات احدث قعدت كتير. دكتور جمال فاكر طبعا رحله المفاوضات مع السوفالدي. طبعا يعني انا فاكره كنا بنتفاوض وازاي ان احنا هنقدر، الدواء غالي جدا بره وازاي هنقدر نجيبه لمصر دواء رخيص. احكي لنا بقى القصه. كنا في سر حربي. سر حربي يعني كان كل يوم بيجي لي اكتر انا وزمايلي اكتر من اسئله. في ناس قالت ان احنا هناخده ب 3% من السعر، واحنا الحقيقه كنا مصممين ان احنا لا يمكن ناخده باكتر من 1% من سعره، بس ما كناش مسموح لنا نقول السعر ده غير لما فعلا نمضي على هذا الاتفاق ويتوافق عليه ويبقى مستقر فعلا ومسموح. فكنا بنقول لا اقل كمان من 3%، طب 2% نقول ان شاء الله هيبقى كمان احسن من كده، لغاية ما الحقيقة الفكرة احنا ازاي خدناه بهذا السعر. الحقيقة الموضوع ده اتعمل مرة واحدة بس في السابق مع جنوب افريقيا، تدخل نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل في السلام وقتها عشان يجيب أدوية الإيدز بواحد في المية من ثمنها لجنوب أفريقيا. فاحنا قلنا لهم الوضع عندنا لازم يبقى في مثل هذا الوضع، واللي شجعنا واللي ساعدنا اللي قاله وحيد إن احنا كان عندنا بنية تحتية وعندنا خطوط إرشادية لعلاج فيروسي وعندنا مراكز علاج وعندنا مرضى وهم شايفين مدى جديتنا في التصدي لهذا الموضوع، فكل ده قدرنا ناخد هذا السعر اللي فعلا ساعدنا جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان حاليا بالادوية المصرية بقى السعر 1 في 1000 مش 1%. دكتورة منال فاكرة طبعا الرحلة دي، بس دلوقتي ما بقاش السوفالدي خلاص، بس بقى عندنا أدوية تانية وعندنا أدوية مصرية زي ما دكتور جمال عندنا طبعا بيقول. كله دلوقتي بالأدوية المصرية، كله دلوقتي بالأدوية المصرية. يعني احنا نقلنا النوها ولا عملنا ايه بالظبط؟ هو مش اتنقل النوها، وهو سمح لانه اترفض في التعاقد مع الشركات الأجنبية ان هو يبقى لهم حقوق ملكية في مصر، وبالتالي سمح للشركات المصرية ان هي بتستورد المادة الخام من الخارج وتستطيع ان هي تصنع هنا في مصر، وده طبعا نزل السعر بشكل كبير جدا ووصل السعر الى زي ما دكتور جمال بيقول 1 في 1000 من السعر الدولي. وده اللي سمح لمصر دلوقتي كمان ان بعض الشركات المصرية، وفي شركات قوية جدا تقدمت لمنظمة الصحة العالمية للحصول على شهادات الجودة للدواء المصري، وده هيسمح بالتصدير بشكل كبير. وفي اتفاقات من خلال برنامج بتاع السياحة العلاجية مع دول في الوقت الحالي للسماح للمرضى بتوعهم ان هم يحصلوا على الدواء المصري بالسعر المخفض. وعشان بس الناس دايما تقولك طب الدواء المصري ده بنفس الكفاءة زي الدواء الأجنبي، مؤكد ان هو بنفس الكفاءة لانه مع الاعداد الضخمة جدا اللي اتعالجت في مصر، ودي يمكن اكتر من الاعداد اللي اتعالجت في اي دولة في العالم، نتائج العلاج مماثلة لنتائج الدواء الاجنبي. وبالتالي احنا عندنا مش بس احنا عندنا خبرة وعندنا اعداد تم علاجها وعندنا نتائج شفاء مماثلة للدواء الاجنبي، وبالتالي احنا بنقدر ان احنا نروح للدول التانية نقول لهم احنا نقدر نعالجكم ونقدر نساعدكم ونساعد المرضى بتوعكم. دكتور يحيى احنا فين دلوقتي؟ يعني احنا في اي مكان من طريق العلاج الطويل؟ عندنا كام مريض او كان يعني نسبة الاصابة قد ايه في مصر؟ وعالجنا قد ايه وفاضل قد ايه؟ طيب احنا هنرجع ورا شوية. الدواء الاجنبي اللي هو السوفالدي اول ما طلع وبعد ما اللجنة عملت تفاوضات لتخفيض سعره كان العلبة ب $300، وده كان سعر كويس قوي بالنسبة للعالم لكن ما ينفعش لمصر. وبالتالي من أكتوبر 2014 إلى سبتمبر 2015 بالرغم من أن دفعنا حوالي 1.2 مليار جنيه إلا أن كل اللي اتعالج 83,000 لأن الدواء غالي، العيان بيكلف 13,000 جنيه. ساعتها كان الحلم ابتدى والمبادرة بتاعت السيد الرئيس أن نعالج مليون.
عشان ده يتم كان ده مش كافي. طيب هذا مليون في السنه، مليون في السنه اللي جايه اللي هي 2015 16. المليون ده بالارقام دي 83000 كلفه مليار، يبقى المليون اضربي في 12 يعني عاوزه 14 مليار جنيه. وده مش موجود. فكان ساعتها تولى الدكتور احمد عماد، وكان خطوه جريئه جدا جدا انه لا ما عندناش حل غير الدواء المصري، عشان ينزل السعر من 300 دولار الى 500 جنيه، او علاج المريض من 13000 جنيه ل 1500 جنيه، وبالتالي اقدر اعالج 10 اضعاف العلاج. طبعا دي خطوه جريئه، وكان ايدنا على قلبنا زي ما بتقولي، الدواء لسه جديد والشركات المصريه بتنتجه، والسؤال يا ترى كفء زيه زي المصري. لكن الخطوه دي تمت، وبالتالي في السنه اللي بعديها قدرنا نعالج في من سبتمبر 2015 الى 28/6/2016 حوالي 680 ألف مريض بالدواء المصري فقط، بتكلفة إجمالية اطرحي من 2.5 و1.2 أقل من مليار جنيه. يعني 83 ألف اتعالجوا بمليار وشوية، وبعدين 600 ألف اتعالجوا بأقل من مليار. فتخيلي بقى النتيجة. وهنا أعلننا أن مصر ما فيهاش قائمة انتظار، وكانت ناس بتشكك، لكن أنا ما زلت بقول أن احنا بقى العكس، عندنا قائمة انتظار بس أطباء منتظرة مرضى، الدكاترة هي اللي قاعدة منتظرة مرضى. فوضعنا الحالي أنه ما عندناش، مش ما عندناش يعني، المرضى الذين يعلموا أنهم مرضى قليلين جدا. احنا بنعالج 3000 مريض في الشهر، بعد ما كنا بنعالج ساعات 100,000 عيان في الشهر. مصر كلها فيها 3000 مريض، فكانت لازم ندور عليهم اللي هم بقى مرضى لا يعلموا، اللي هو وهو الخطة الجديدة اللي هي المسح. وبرضو دي مبادرة جديدة طبعا من السيد الرئيس، انه لو سمحتوا كانت انه امتى نقدر نكشف على كل المصريين عشان نكتشف. فكان الوزير قال سنتين، هو قال له ليها سنة، وبعدين مش عشان ديفكت لكن عشان الشركات المنتجة للكواشف اللي بنكشف بيها ما تقدرش تغطي العدد، فعشان كده السيد الرئيس سمح بأنها تبقى سنتين، لأنه مع الشركات العالم كلها تقدر تدينا 9.5 مليون كاشف، احنا عاوزين 30 مليون. احنا عدد كبيرة جدا طبعا. فحاليا جاري البحث مع شركات جديدة لعمل سكرينينج تاني او استخدام ادوات اخرى، علشان الكشف ده اللي هو ايه، اللي هو نعرف عنده ولا، اللي هو احنا بنعمل سكرينينج بقى مسح. يعني بيجي العيان بعمل له تيست معين، اعرف جاله اتعرض لفيروس سي ولا ده باللعاب ولا بال، في باللعاب وفي بالدم، بالبمبريك وفي بالدم. فاحنا بنستخدم حاليا اللعاب ده ما يقدرش يغطي، يمكن نستخدم طريقه اخرى معاها. مش محتاج ياخد عينه ويحلل، ده ممكن يعرف على طول في من دقيقتين ل 10 11 دقيقه. دكتور امام، يعني تاكدتم من، يعني الناس بتخف؟ خليني اسالك الاسئله البسيطه، الناس بتخف من الدواء المصري؟ الناس بتخف اكيد، واحنا حللنا نتائج، يعني حللنا نتائج اكتر من 250 الف مريض تم شفائهم او تم علاجهم. نسبه الشفاء بالدواء المصري فوق ال 98%، 98.1 98.2%، ونسبة الشفاء بالدواء الأجنبي المثيل برضو حوالي 97-98%. فالدواء المصري نسبة الشفاء بيه زي الدواء الأجنبي بالظبط، وكل المرضى تقريبا بتخف. يعني عدم الشفاء أقل من 2% من اللي بيتعالجوا. يعني طبعا بالنسبة للأعداد الكبيرة، ال 2% ده رقم مش صغير، يعني هيبقى فيه في السنة حوالي 20,000 واحد محتاجين علاج تاني. انما دلوقتي برضو بقى في ادويه نقدر نعالج بيها اللي ما استجابش للعلاج في العلاج الاولاني. دكتور ادري، المسح بقى اللي احنا بنحاول نعمله عشان بندور على ال 3 مليون، المفروض ان تقريبا 3 مليون مريض مش كده؟ احنا بندور عليهم. استراتيجيه الدوله للمسح بقى ده ايه هي؟ بتقوم على ايه؟ هي كانت بدأت باول قرار وزاري بست مجموعات اللي هم المرضى المحجوزين في المستشفيات الحكوميه، والناس اللي داخله، يعني اي مريض موجود بيتعالج من اي حاجه في المستشفى يتاخد له فحص فيروسي مسح عشان نتاكد ان هو مريض ولا لا بفيروس. العاملين بالقطاع الحكومي، طلبه الجامعات، المسجونين، والمترددين على بنوك الدم والمعامل المركزيه. الخطوه المرحله الثانيه اللي بدات في محافظات وقرى الصعيد اللي بدات في يناير 2000 اللي فات دون، التسع محافظات السكرين دلوقتي حوالي داخل على 900 قريه. العدد اللي تم فحصه دلوقتي 2.5 مليون مواطن مصري.
انا بقول مواطن ما بقولش مريض. اثنين من نص مليون مواطن مصري نسبه الاجسام لقينا فيهم كام يا دكتور؟ نسبه الاجسام المضاده اللي طالعه تتراوح ما بين 8% ل 12% حسب الفئه اللي احنا نعملها. دول بعد كده يخضعوا لفحص البي سي ار ونبدا نعالج اللي اكتشف ان هو عنده فيروس سي نشط يبدا يتعالج. انا بس عايز القط الخيط في الارقام، انا بحب لغه الارقام كعملي. اللي اتعالج في مصر دلوقتي على نفخه الدوله 1,100,000. مليون و100 الف بتكلفه دلوقتي لحد يومنا هذا 3.6 مليار جنيه مصري. تكلفه العلاج المصري زي دكتور جمال ودكتور وحيد ما قال، هديكي بس مثال بسيط، تكلفه الكورس العلاجي في امريكا اللي احنا بنستعمله دلوقتي السوفالدي والدكلاتسفير 147,000 دولار امريكي، يعني 2.5 مليون جنيه مصري للمريض الواحد. امريكا بتعالج مريض بالرقم دون، احنا بنعالج بيه 1750 مريض بنفس نسب النجاح. فده معجزه بكل المقاييس. طبعًا. دلوقتي انا عندي شركات، بعد ما كنت تحت رحمه 3 أو 4 شركات انا عندي 18 شركه بتديني دواء السوالدي. التصدير كمان اللي بتتكلم عليه دكتوره منال ده مهم جدا. فما تم يعتبر بكافه المقاييس اعجاز. ده حقيقي. الحمد لله. دكتوره منال، الاطفال بقى يعني واحنا بنكشف عن يعني بما ان احنا المسح في القرى واتمنى ان احنا كمان القطاع الخاص يدخل معانا، كان عندي مبادره ان القطاع الخاص يبتدي كل واحد عنده مصنع، كل واحد عنده شركه، كل واحد عنده يعني مؤسسه يكشف على العاملين بتاعه، بس كمان في الاطفال. طب ما ندخل المدارس. الاطفال احنا دلوقتي يعني الحمد لله اللي حظنا يعني، وبعد حرب مريره انا بقالي يعني مع منظمه الصحه العالميه، اخيرا احنا عندنا دواء تم الموافقه عليه واجازته من منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه في ابريل اللي فات، وتم اجازته كمان من الاتحاد الاوروبي يمكن من حوالي 3 أو 4 أيام، من سن 12 ل 18 سنه وفوق وزن 35 كيلو. اللي هو معروف يعني متداول اسمه هارفونيا، لكن هو عباره عن عقارين مدمجين مع بعض اللي هو السوفاسبوفير مع الليدي باسفير، ودول معمولين في قرص واحد ومسموح بيهم بنفس الجرعه زي الكبار بالظبط. انا عندي عدد الحمد لله كبير جدا تم علاجه، لان دول بعضهم كان تم علاجه قبل كده بعقار الانترفيرون وما استجابوش، او كانوا منتظرين العلاجات الجديده. انا كنت يمكن موقفه انترفيرون بقالنا فتره لاعراضه الجانبيه ومنتظرين العلاجات الجديده، ففي حالات تم علاجها الحمد لله كل اللي تم علاجهم لغايه دلوقتي شوفوا تماما. وعندنا في دراسات هتتعمل كمان بالعقاقير المصريه اللي هي على الاطفال، فاحنا بنتوقع ان احنا في الفتره الجايه هيبقى في عدد كبير جدا من الاطفال والمراهقين هيدخلوا تحت التامين الصحي بالنسبه للعلاج بتاعهم. دكتور وحيد، الارتجاع بقى والانتكاسات نسبته قد ايه في الكل؟ يعني بين 2 إلى 5% حسب حاله المريض. طب ده نسبه الانتكاسه دي بتبقى اكتر لو كان المريض خد علاج انترفيرون قبل كده وخد سيبالدي، او لو عنده مرحله متقدمه من الكبد. فاللي عندنا في المريض العادي اللي ما عندوش تليف في الكبد واللي ما خدش علاج قبل كده الانتكاسه تعتبر تقريبا زيرو. يعني انا فاكره زمان كنا بنقدم مثلا العلاج للمريض الاصعب الاول، وبعدين يعني كان في درجات كده، دلوقتي بنعالج كل حد. وانتكاسه قليله جدا، وزي ما قال دكتور امام ان عندنا ادويه ثانيه للمنتكسين، وانا شايف ان حاليا كل المنتكسين هيخفوا. المشكله مش في الانتكاسه قوي قد ما هي مشكله حاله الكبد. فاللي عنده تليف كبدي شديد جدا وتعالج من فيروس سي، ده برده محتاج متابعه، برده لازم يتابع حالته لان هو ما خفش تماما من الكبد. في كده كان في تفكير عند المرضى ان اللي يخف فيروس سي ده خف من تليف كبدي، وده مش حقيقي. لازم برده يتابع حالته، لان ممكن يجيله مضاعفات من الكبد رغم شفائه من فيروس سي. دكتور جمال، انت خدت النهارده يعني خدت السنه دي ده جائزه الدوله التقديريه في مجال لا انا خدت النيل. انا خدت جائزه دوله تقديريه من 6 سنين. خدت السنه دي جائزه النيل للعلوم. تمام. طبعا دي على جائزه. الله يخليك. انا بس عايز اقول حاجتين. يعني لما الدكتور يحيى بيقول ان احنا يعني لما الدكتور احمد عماد سالنا نقدر نعتمد على الادويه المصريه بدل الادويه الاجنبيه، احنا قلنا ايوه، وما كانتش مخاطره، كانت على اساس بحث علمي. وده الفرق ما بين البحث العلمي وما بين ان الواحد ما يكونش عنده معلومات عن حاجة ويتصرف تصرف مش عارف مردوده. احنا كنا متأكدين لان كنا عاملين ابحاث على الادوية المصرية واثبتت انها نفس الكفاءة على عدد قليل، 100-150 عيان، لكن ده خلانا ناخد الشجاعة ان احنا نقول للدكتور احمد عماد اعتمد على الادوية المصرية
لانها لها نفس الكفاءه، لان احنا جربناها في ابحاث العلميه، ودي اهميه البحث العلمي. البحث العلمي ده وفر لنا 600 مليار جنيه في سنه واحده، في سنه واحده في علاج مرضى فيروس سي، انا اسف 6 مليار جنيه. فده مهم جدا اهميه البحث العلمي. عشان كده التقدير العلماء والاهتمام بالبحث العلمي مهم جدا. وانا لسه كنت بقول لحضرتك شباب العلماء عايزين نديهم فرصه زي ما بندي لشباب الاقتصاديين ورواد الاعمال. العالم بقى بيبص لنا ازاي يا دكاتره؟ يعني 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 انتوا بتعرضتوا هذه التجربه في منتديات منبهرين. يعني انا مستشار لمنظمه الصحه العالميه، وكل اجتماع لمنظمه الصحه العالميه لازم يقول ان احنا المثال الانجح في علاج فيروس سي هي مصر. جورجيا جت اتعلمت من عندنا ازاي تكافح فيروس سي، ودلوقتي الجانب الامريكي بيدعمها دعم كامل، وفي كل مؤتمر بتقف وتقول احنا عالجنا 30,000. احنا جماعه بنتكلم في ملايين دكتور ادري. احنا يعني حضرتك في 14/2016 اعلان منظمه الصحه العالميه علاج مليون مريض كان بسبب ان 83% من دول كانوا تعالجوا مصر، وبناء على ذلك الدولة الوحيدة التي دعيت المؤتمر الصحفي كانت مصر لإعلان هذا النجاح الغير مسبوق على مستوى العالم. هل ده يوازي نجاحنا في موضوع البلهارسيا مثلا يعني ولا برضه ولا أهم ولا هو إيه؟ يفوق البلهارسيا برضه هو أسرع. احنا في علاج البلهارسيا خدنا حوالي 20-25 سنة، لكن في فيروس سي التقدم اسرع. طبعا في حاجات كثيره ساعدتنا، عشان بس ما نظلمش اساتذتنا السابقين، الاعلام والانتشار والزمن. فالتقدم هنا اسرع والتقدم العلمي اسرع. لكن احنا متوقعين ان يعني البلهارسيا خدت مننا 20-25 سنه عشان ننزل من معدل 40% لنص في المية. احنا متوقعين ان احنا بدري عن كده قوي، 5 سنين بالكتير 7 سنين هنقدر ننزل للمستوى 1% اللي هو المستوى العالمي لانتشار فيروس سي ان شاء الله. واهم حاجه تقول جمال ان اللي كان متقال ان فيه 30 مليون مريض و20 مليون مريض. احنا بنتكلم دلوقتي كم مريض فيروس سي يا دكتور ايمان؟ يعني بالاحصائيات بتاعت وزاره الصحه حوالين ال 5 مليون مريض. احنا عالجنا مليون، عالجنا مليون وشويه، مليون ونص تقريبا، 160 مليون 160. وفي الـ في الـ في العمل القطاع الخاص عنده يعني حوالي يعني يكتمل مليون ونص تقريبا. احنا بنتكلم في مليون ونص، فاحنا بندور على 3.5 مليون يعني فاضل 4.2 يعني احنا حاسبينهم بالنسبه للمسح في ال 2 مليون دول يخلصوا خلال قد ايه؟ بس المهم نلاقيهم. هي دي المشكله. لما احنا عندنا مشكلتين زي ما قلت لحضرتك، الشركه اللي تنتج الكواشف، نمرة اتنين اللي بيطلعوا الكواشف دول عشرهم بيطلع مصاب بالاجسام المضادة، فلازم يعمل بي سي ار، فبرضه كواشف البي سي ار اللي بتثبت ان عنده فيروس. وبعد كده الدواء مش مشكلة، والفلوس مش مشكلة، المشكلة كلها حاجات لوجستية. لكن بإذن الله ممكن جدا في سنتين الكل اللي طالع من السكرين يكون بدأ علاجه. انا بطمن حضرتك، يعني حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية لو قارنت مصر بالصين بامريكا، امريكا عالجت 10% من المرضى، الصين عالجت 3% من المرضى، مصر دلوقتي معالجه 25% من المرضى. يعني احنا يعني في الطليعه دلوقتي بمراحل كبيره، وما يحدث الان من خطه المسح القومي ليس لها مثيل على مستوى العالم خالص. يعني كنت في انجلترا قريب، عندهم 200,000 مريض عند فيروس سي، عالجوا 5,000 يعني 2%. عشان هم بيعالجوا بالاسعار العالميه يعني. طبعا فرنسا يعني بقى لها سنتين في مفاوضات مع شركه جيلياد عشان تخفض سعر السوفالدي، ودي الشركه اللي احنا ونزلوه الى 20,000 دولار يورو بقى. لا دولار. احنا جامدين والله في الموضوع. أنا عايز اقول لحضرتك لسه السنه دي يعني الكلام ده كان عنيف. من 3 شهور فرنسا وصلت الاتفاقيه مع شركه جيلياد ان الدواء ينزل من 28,000 دولار الى 20,000 دولار لفرنسا. ده اللي احنا انا هنا منتظر اخش لحضرتك، سامع حضرتك بتكلمي الدكتور جابر نصار بمناسبه ان هو انهى فتره امد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ما بتتقالش في انجازات الدكتور جابر نصار، مبادره جامع القاهره خاليه من فيروس سي. المبادره دي احنا ابتديناها من سنه، وقدرنا نعمل فحص لكل العاملين في الجامعه، نعمل فحص لكل طلبه المدينه الجامعيه، نعمل فحص لكل الطلبه اللي دخلوا اول سنه، كل الناس اللي طلعوا ايجابيين عالجناهم على حساب الجامعه من الاول الفحص للتحاليل للعلاج.
فانا بس بحيي الدكتور جابر نصار وهو بينهي فترته كرئيس لجامعه القاهره، ودي تحسب له وهو رجل حقوقي طبعا ورئيس للجامعه، وتبنى هذه المبادره اول ما قدمتها له تبناها وايدها، وكانت الحقيقه جامعه القاهره من الجامعات الاولى اللي تعمل في جامعات كتيره بعد كده دخلت جامعات كتيره خدت بانها تفحص الناس اللي لسه داخلين في الدراسه، لكن اول مره يبقوا كل الموظفين اللي في جامعه القاهره تم فحصهم عشان نتاكد منهم عندهم فيروس. اسمحوا لي نخرج فاصل قصير طبعا. وبعد الفاصل هنسمع بقى صوت المرضى ونسمع ونرجع نتكلم تاني مش بس عن العلاج ولكن ايضا عن الوقايه، لانه الوقايه جزء مهم جدا من الرحله، وزي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، ازاي نقي نفسنا من فيروس سي. بعد الفاصل. هنا المعهد القومي للكبد، صرح طبي عملاق يستقبل مرضى الفيروسات الكبدية يوميا ليعالجهم بالمجان، نموذج طبي رائد يحقق أحلام المرضى في الشفاء. فقد ساهم هذا المعهد في رسم البسمة والأمل على وجوه آلاف المصابين بفيروس الكبد الوبائي بدلا من شقاء البحث عن علاج للمرض. قبل فعلا أخذ العلاج كان حالتي طبعا مش كويسة، وفعلا كان تعبان وكان باين على الواحد يعني، وجيت هنا المعهد وخدت العلاج الحمد لله تحسنت، وطلع أول تحليل الحمد لله طلع نيجاتيف اللي هو ما فيش أي حاجة. الدكتور اداني موقع النت دخلت عليه فعجزت الدور بتاعي وصرفت الجرعة مرتين والحمد لله يعني خفيت من الأول. أنا جيت أولد قالوا لي عندك فيروس بي، قالوا لي لازم جوزك يعمل تحاليل وكده، عملها لا عنده سي وبي، عملناها جينا هنا بصراحة مش هقول لك والله مش عشان حاجة، بجد بجد هنا لقينا خدمة جميلة جدا، كفاية العلاج لو بكام ألف بره خدناه هنا ببلاش. فيما تسير مستشفى القاهرة الفاطمية على نفس الخطى وتساعد المصابين على مواجهة المرض. حوالي سنة قعدت 3 شهور اتعالجت فيهم، وبعد كده اداني بقى الفترات كل 3 شهور اجي اعمل تحاليل واشعة واجيبهم. الحمد لله اتعالجت، الحمد لله. دي الجرعة باخدها بس الحمد لله يعني حاسس جسمي خف عن الأول. جيت انا صرفت أول جرعة من هنا وجا صرفت تاني جرعة النهاردة. خدت 36 حقنة كنتش كملت لسه يعني وما نفعتش معايا، وجيت هنا بقى الفاطمية خدت العلاج عطوني 6 شهور، بعد 6 شهور جيت عملت التحليل قالوا الحمد لله طلع. وبحسب إحصاءات اللجنة القومية للفيروسات الكبدية فإنه تم علاج 1,300,000 مريض والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيروس الكبد الوبائي والذين يبلغ عددهم حوالي 4.5 مليون مريض بمختلف المحافظات. مش أي حاجة اسمها قائمة انتظار حاليا نهائي، بل على العكس احنا دلوقتي بنعمل مسح طبي عشان الأسر اللي فيها فيروس سي لو كان حد تاني مصاب نكتشفه، يعني حتى بندور على العيانين اللي هم مصابين ومش عارفين، فقوائم الانتظار ما عادتش موجودة خالص نهائي. هذا ولا يزال العلاج مستمرا لآلاف المرضى ليصبح علاج فيروس سي مشروعا قوميا يحقق نتائج مبهرة ويثبت نجاحه يوما بعد يوم في مصر. يعني مش دايما بنسمع الناس بتشكر، وكتير دايما لما بننزل بكاميراتنا او في مستشفيات بالذات وبالذات في مراكز حكومه ومستشفيات حكومه دايما الناس بتشتكي وبيبقى معاهم حق الحقيقه. المره دي من المرات القليله جدا اللي اسمع فيها الناس سعيده وبتشكر وبتقول فعلا ازاي الدواء ده كان غالي وازاي تعالجنا وكده. دكتور امام، طب الناس اللي عايزه تكشف يعني الناس اللي لوحدها غير الناس بقى اللي بتنزلوا لهم بالمسح في عن طريق المسح الدولة، الناس دي تروح فين والتحاليل أسعارها غالية ولا إيه؟ هو التحليل المبدئي لاكتشاف إذا كان عنده فيروس ولا لا ده رخيص جدا. يعني متهيألي بيتكلف من 15 إلى 50 جنيه حسب المعمل ودرجة المعمل. إنما إحنا بننصح أي حد إن هو خصوصا اللي عمل خد نقل دم فيما سبق، اللي عمل عمليات جراحية فيما سبق، اللي له حد في الأسرة أو في البيت مصاب بفيروس إنه يحلل. نسبة الإصابة مش هتبقى كبير يعني كتير. بيحلل فين بقى؟ في معامل التحليل ولا يروح المراكز مراكز كل الكبد؟ كل مراكز العلاج فيها تحليل، والتحليل هيبقى ببلاش.
انما لو عاوز يحلل في اي معمل جنبه هيبقى نفس النتيجه ونفس الكفاءه. بس يعني مثلا لو ناس غير قادره انها تروح معانا اقراء خاص اي مركز اي مركز احنا بننادي اي مركز من مراكز الكبد اللي وزاره الصحه حاليا بتروح لهم تحلل عندهم في بيوتهم. احنا بنروح لهم بيوتهم. فعاوز يجي الموقع الموقع الالكتروني بتاع اللجنه القوميه موجود في المراكز اللي تابعه للجنه القوميه في كل المحافظات المصريه. طب يا ريت يا جماعه نطلع الموقع بحيث ان احنا قدامنا تبقى المراكز. دكتوره منال احنا ممكن نعمل مسح للاطفال؟ طبعا احنا يعني احنا طبعا انا لما بيجي لي طفل مصاب انا بعمل مسح للعيله كلها. دلوقتي مفروض ان احنا في المرحله الجايه ندخل الاطفال من سن 12 18 سنه لان عندي علاج ليهم. يعني هيبتدي يبقى في علاج للاطفال اللي هم المصابين من سن 12 سنه. فمفروض المسوحات القادمه بعد ما ينتهي من المرحله اللي جايه هيدخل فيها السن من 12 ل 18 سنه. وحقيقة ده مش على مستوى القومي بس، انا بشتغل دلوقتي عضو مجلس اداره في حاجه اسمها الانترناشنال ليفر فاونديشن، ودي احنا بنعمل برنامج دولي للاطفال، للاطفال اللي هم اكثر عرضه للاصابه للتخلص نهائيا في مجموعات معينه اللي هم متكرري نقل الدم، اللي هم اللي بياخدوا حقن متكرر وغيرهم. فبنعمل برامج حتى على المستوى الدولي مش على المستوى المحلي بس. فاحنا بنتوقع الفتره الجايه ان شاء الله ان الاطفال هيبقى ليها حظ كويس جدا. دكتور يحيى، الدخول بقى القطاع الخاص يعني مبادرات زي مثلا تحيا مصر، ابدا بنفسك والكلام ده، احنا عايزين نطالب القطاع الخاص ان هو كمان يكشف عن الناس اللي معاه اللي بيشتغلوا. كل مؤسسه لو كشفت على عملت المسح ده للعاملين بها ده هيريح ويسهل الامور. الحقيقه اللجنه عملنا لجنه بترأسها الدكتوره وجيده دلوقتي لجمع كل القطاع الخاص ده مع بعضه عشان ما يبقاش مشتت. دي نمره واحد. نمره اتنين لانه معزول عنا. بمعنى اصح احنا المفروض الرئاسه بتطلب منا تقييم او تقويم او ارقام في نهايه كل عام، فلازم الريسيفر بتاعنا او السايت بتاعنا يبقى الكمبيوتر بتاع اللجنه القوميه. هو ده البيس كل يعني هو ده الاساس بالظبط كده. لازم اللي عملوهم لازم يضيفوهم علينا عشان ينضافوا. ده نمبر 1. نمبر 2 كتير قوي ما بننزل في نفس الحته، يكون الشخص ده عدت حمله برايفت حمله خاصه وعملت له كشف فبيضيع. على فكره الكشف بيكلفنا بتاع السكريننج ده 4 دولار. الدوله بيكلف الدوله 4 دولار. يعني رقم مش قليل. يعني بتتكلمي في 80 جنيه. فاحنا عايزين نجمع ده كله مع بعضه، او اللي عايز يشتغل لوحده ما بنحرموش. بس يخش بقى على السايت في الداتا بيس الاساسيه عشان نبقى عارفين. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين حكايه يعني احنا بنشجع قريه خاليه من فيروس سي، مكان خالي من فيروس سي، مفيش مشكله، لكن الرئيس قال مصر خاليه من فيروس سي. فاحنا الخطه دلوقتي ان يتعمل المسح ده على جميع المحافظات. يعني ابتدينا بتسع محافظات الصعيد، ثم الوزير قال لا المحافظات كلها بحري وابلي كله المسح على الجميع. وزي ما شفتي فتره قصيره كده عملنا مسح 2.5 مليون. بس احنا 93 مليون. طيب معلش ما يعني انا اقصد يعني السكرين البرايفت ده لو بيعمل له 50,000 10,000 6,000 ما يدعوش. ايوه برضه يدخلوا معانا. طب ازاي دكتور ادري يدخلوا معانا ازاي؟ يعني ازاي عشان الكلام المشتت فعلا زي ما دكتور يحيى بيقول، ازاي هتدخلوهم معانا في هي الناس؟ منظمات المجتمع المدني كلها هتخش تحت اطار واحد اللي احنا شغالين فيه، وهنعمل لهم ويب سايت. الويب سايت ده هيبقى داخل على اللجنه ده، واحنا في مؤتمر قريب الاسبوع الجاي هيتعمل، هنجمع كل منظمات المجتمع المدني اللي شغاله بتعمل جهود ذاتيه بنفسها تتجمع تحت مظله واحده وتخش على اللجنه القوميه برضك، بحيث كل يبقى في تنسيق للجهود كلها، محدش يشتغل. ده مهم جدا الحقيقه. طب انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره. رضا اتفضل. استاذ رضا مساء النور، اهلا بيك. بحييك وبحيي الجامع الطيب اللي عند حضرتك. شكرا. انا مريض فيروس سي. لو نعلي صوتنا شويه يا استاذ لو سمحت. انا مريض فيروس سي حضرتك. ايوه. اولا بحييك وبحيي الجامع الطيب اللي عند حضرتك. شكرا. حضرتك انا خدت الانترفيرون وفشل معايا، وخدت السوفالدي اول ما نزل وحصل انتكاسه، كنت خدته تبع التامين الصحي حصل انتكاسه. وبعدين بحيي من خلالك مستشفى 57 357 ومديرها الدكتور شريف ابو النجا، لانه عامل حمله في السيده زينب عندنا لعلاج فيروس سي، وانا عالجوني بالكيوريفو، وللاسف برضه حصل انتكاسه في الاخر برضه. مستشفى 57 ما سابتنيش بالتنسيق مع معهد الكبد، عملت تحليل خارج مصر وحللوا الفيروس نفسه، ودلوقتي ان شاء الله رب العالمين
هاخد علاج جديد بالتنسيق ما بين مستشفى 57 ومعهد الكبد. انا اول مره اعرف ان 57 شغاله في فيروس سي. شغاله وناس كتيره قوي بتتعالج، 57 بتعالجوا. دكتوره منال يعني طبعا حضرتكم هم قرروا ان هم هيعملوا مسح لكل العاملين في مستشفى 57، واحنا بنعمل مسح لان انا بعمل عياده كبد بقالي سنوات عديده سواء في معهد الاورام او في 57، بنعمل مسح للاطفال هناك كلهم، وبدينا فعلا بعلاج الاطفال اللي هم المصابين اللي فوق 12 سنه، وفي حالات كتير جدا من العاملين هناك سواء من التمريض او من القطاع العاملين في المستشفى تم علاجهم فعلا على حساب المستشفى، يعني تم عمل مسح وتم بالتنسيق بينهم وبين معهد الكبد وبين اماكن اخرى وتم علاجهم تماما من فيروس. شكرا يا استاذ رضا. ساميه اتفضلي. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك اتفضلي. بالنسبه للتحاليل بتاعت الفيروس، انا عملت تحاليل في التامين الصحي من شهر 6 لغايه هذه اللحظه ما ظهرتش النتائج. يبقى ايه وضعي بقى؟ وانا عندي الفيروس وعندي يعني الكبد تعبان جدا. مدام سامية تشرفينا في مركز الفيروسات الكبدية في القصر العيني. ايوه. يوم الاثنين اللي جاي الساعة 12 الظهر هنعمل لحضرتك كل التحاليل، ولو في لك تحاليل في التأمين الصحي احنا هنتصل بيهم ونجيبها، لو في حاجة ناقصة هنعملها وندي لحضرتك العلاج بالمجان، مفيش مشكلة خالص. وده مش لحضرتك بس، لأي مريض يحتاج للعلاج ومش قادر يوصل له. مركز الفيروسات الكبدية في القصر العيني، في القصر العيني القديم، مستعد لاستقبال أي حالة سواء يتعملها قرار نفقة الدولة أو عندنا في ناس سايبة عندنا فلوس تبرعات لمن يحتاج، أو حتى لو هو عايز يشتري الدواء، الدواء موجود بسعر رخيص جدا في خلال هذه المراكز. أنا بتكلم باسم كل الجامعات، مش بس أنا بقول لحضرتك إن المركز أنا عارف المواعيد اللي فيها، وبقول لك لو سمحت شرفينا يوم الاثنين اللي جاي الساعة 12 إن شاء الله. شكرا مدام سامية. أحلام. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا. أنا دكتورة أحلام، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الصحة والستات. سعيدة بيك جدا إنك مهتمية بهذا المشروع وحلم وتحقق. أنا بشكر كل الجهابذة اللي قاعدين اللي هم عانوا فعلا بتحملوا كتير، والحمد لله وصلنا لدرجة جميلة جدا لما بنروح مؤتمرات بره النهاردة فعلا قد ايه بيسخروا بينا ويقولوا دي سكسس ستوري. يعني لسه كنت في فرنسا قالوا دي سكسس ستوري لمصر، فأنا سعيدة جدا اللي وصلنا له. ودكتورة منال، احنا اتفقنا عشان انا سامع اللي دلوقتي بتقول الوقاية والعلاج، الوقاية بقى عايزين نعمل قرار قانون بدل القرار. ايوه فاهم. فاكره حضرتك؟ ايوه فاهم. اللي هو بتاع بنك الدم. يعني هو قانون بايه؟ هو حضرتك احنا اشتغلنا يمكن 5 سنين على خطه الوقايه، كان مع منظمه الصحه العالميه ومع مركز الابحاث الامريكيه اللي هو السي دي سي، وفي الخطه دي كان في ناس خبراء ومستشارين كتير جم من الخارج. أيوة. وكان تم وضع قوانين، اتعمل قوانين واتعمل مجلس اعلى مفروض لنقل الدم، واتعمل قوانين او مشروع قانون لنقل الدم، لان احنا اخر قوانين للدم من الستينات، فقديمه جدا ومهمه جدا، مسبب اساسي للبعض. يعني هو طبعا اتحسن بشكل كبير جدا 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 في السنوات الماضيه، احنا مش ممكن نقارن دلوقتي بالتسعينات او بالالفينات، ولكن لسه في عندنا بعض الحالات بيتم نقل العدوى ليه عن طريق الدم، واعتقد ان القانون محتاج يتفعل. وبرده قانون نقل العدوى كان مجهود كبير جدا من وزاره الصحه ومن المجموعه بتاعه مكافحه العدوى، عملوا قانون برده مشروع قانون ما اعتقدش ان هو لسه توافق عليه في المجلس. طب بما ان حضرتك عضو مجلس القومي للمراه دكتوره احلام، يعني اظن كمان لازم تشتغلوا مع اللجنه. لا بنشتغل. في موضوع المسح، يعني في موضوع المسح لازم اظن تشتغلوا مع اللجنه، بحيث ان انتوا مثلا انتوا بتنزلوا في اماكن معينه. اتفضلي. لا رحت اسوان والمنيا واسمرات، الاسمرات منطقه الاسمرات هنخليها خاليه من الفيروس دي، ومصر هتبقى زي ما بقت نو بوليو، هتكون نو فيروس ان شاء الله. شكرا، بشكرك دكتوره احلام. نبيل او نبيله؟ نبيل. اتفضل يا استاذ. انا اسفه. اتفضل يا فندم. نبيل، مساء الخير استاذ لميس. الحقيقه هو المشكله تعتبر قوميه اللي انا هتكلم فيها ديت، لان هي بتقابل او بتواجه مريض
فيروس سي بعد ما يخف. وعلى سبيل المثال انا راجل بشتغل في البترول وراجل كبير يعني صغير، بيحصل انك في بروتوكول بين وزارة الصحة وبين تقريبا الدول العربية على عملية الخروج او السفر برا. يعني انا بشتغل في شركة امريكية كبيرة جدا بالصورة، فبضطر ان انا اشتغل في دول عربية. انا راجل اتعالجت اوريدي من فيروس سي من قبل ما يطلع السوفالدي، وتعالجت بالانترفيرون واتعالجت من المانيا وكده الكلام ده كله، لكن بيطلع عندي في الدم حاجه اللي هي بنسميها الانتيبادي. الانتيبوديز بتروحي تعملي اجسام المضاده الصحيه بيطلع الانتيبادي. لكن بالنسبه للبي سي ار، بالنسبه للبي سي ار بيطلع نيجاتيف، لكن بالانتيبادي بيطلع بوزيتيف. يعني انا ما عنديش حتى بالكوانتيتيف بيطلع بلو ثلاثة فيروس ما عنديش. طبعا دي مشكله كبيره. طيب الدكاتره هيردوا على حضرتك. طيب الدكتور يحيى وبعدين دكتور ادهم. طيب اتحاد الاطباء العرب في فبراير الماضي خد قرار اتفاق، قرار انه يعتمد بعد كده في عمليه التوظيف على البي سي ار وليس على الانتيبودي. ده قرار طلع في وبلغ للجامعه العربيه، لكن المشكله انه ده طلع من وزاره الصحه، لسه لازم ينتقل الى وزارة الخارجية. ولانه السفر انه يتعمل له اختبار الانتي بودي علشان ياخد الفيزا، ده قرار وزارات الخارجية. طب هنعمل ايه؟ فالجامعة العربية بتدرس هذا مع وزارة الخارجية تبليغ وزراء خارجية بالذات دول الخليج، لانهم يعملوا شيفت. على فكرة القرار ده قرار الوزراء، لكن اوريدي ده واخدها الـ WHO ان هو نعتمد على البي سي ار وليس الاجسام. بس واضح القرار غير مفعل دكتور. احنا خدنا يعني احنا مشينا في الطرق اللي هي رسمية، خدنا توصية فنية من منظمة الصحة العالمية بتغيير مع التحليل اللي بتجرى، بدل ما يجرى الاجسام المضادة يجرى البي سي ار. وخد موافقه زي ما الدكتور يحيى قال من مؤتمر اللي هو في وزراء الصحه العرب، وطلع بتوصيه ولها رقم. بس واضح ان ده لسه مش مفعل يا جماعه، لكنها ليست اجبار، هي حث. فده وصل للقنوات دلوقتي في وزاره الخارجيه. يعني هقول لحضرتك، انا كنت في الكويت مع منظمه الصحه العالميه بنحط الاستراتيجيه بتاعه الكويت، وكان اتكلمنا في هذا الموضوع. في عندهم رفض تام للفكره حتى من وزاره الصحه، يعني في رفض تام للفكرة بتاعت وجود أي شخص يدخل البلد عنده حتى الأجسام المضادة بتاع الفيروس. فهو في حتى رفض من لسه في مشكلة. أنا أعتقد هيتغير قريب. في مشكلة هيتغير. أنا أعتقد إن لازم هيتغير. السعودية بيدرسوا تغييره. طب الأستاذ هاني توفيق الخبير الاقتصادي، وأظن ألف حمد لله على سلامتك، عندك تجربة عظيمة يا هاني. مساء الخير. مساء النور يا لميس. انت اول مريض ياخد الدواء الجديد على ما اعتقد او كده يعني. الدواء انا قعدت 4-5 سنين برضو بتعالج بالانترفيرون والكلام ده كله، كان مرهق جدا بالنسبه لي. وبعدين عرفت ان وزاره الصحه عملت موقع يعني الكتروني علشان الناس تسجل نفسها، وبدون طبعا اي واسطه وبدون اي حاجه، حطيت سجلت نفسي الصبح بدري جدا اول يوم، فقبلت ومشيت وخدت العلاج وخدت اول علبه سوفالدي، وكان اول مريض اخف يعني الحمد لله بفضل المجهودات اللي عملتها وزاره الصحه واللجنه القوميه. فكانت تجربه كويسه، انما المقلق ان انا واخرين اكتشفنا الفيروس بالصدفه. هو ده بقى. يعني بالصدفه البحته، وبالتالي احنا عملنا دلوقتي حتى مؤسسه خيريه كده ليه المعاونه في مساله الاكتشاف، لان الناس اللي يعني لو جمعتي اي 10 انفار كده ماشيين في الشارع هتلاقي 2-3 منهم عندهم فيروس سي. فالمجهودات اللي لازم توجه لها الدوله دلوقتي الحقيقه والمؤسسات الخيريه، وتحيا مصر. انا سمعت برضو كنت مع محمد بيه عشماوي من كام يوم انه نبتدي نعمل قوافل علشان الناس اللي مش عارفه صحيح ان عندها فيروس سي تقدر انها تكتشف وتعالج بسرعه. يعني انا بشكرك يا هاني والف سلامه، والحمد لله على سلامتك، وسعيده طبعا ان انت بصحه جيده. هاني توفيق كان فعلا من اوائل الناس، يمكن اول واحد سجل. وهو حقيقه انا كمان برضو بنشكره لان هو عضو مجلس اداره معانا في الجمعيه المصريه للعلاج. اول واحد سجل واول واحد خد الدواء. والحمد لله خف وخف، وبنشكره عشان هو ومراته برضو عملوا مؤسسه وجم معانا بيساهموا حاليا في السكريننج بروجرام. طيب رحمه اتفضلي. مساء الخير يا استاذه. مساء النور، اهلا بيكي.
مساء الخير يا استاذه لمي. اهلا بيك يا فندم، مساء النور. مساء الخير للدكاتره العظام، ربنا يخليهم لمصر ولينا. اشكرك، اتفضلي يا فندم. انا والدتي عندها 80 سنه، السنه اللي فاتت جالها فيروس سي. هي عندها امراض عديده، يعني القلب في ضيق في الصمام وحاجات كتير، والمعده تعبانه وكل الحاجات دي، بس فوجئنا بقى بفيروس سي. فدخلت بياناتها على النت، جابوا لي معهد ناصر. رحت معهد ناصر، قالوا لي البروتوكول لغايه سن 75 سنه في الحجز الاستعلام كده. قال لي، قلت له مامتي مكسوره كمان في عمري. واضح انه اتغير، دكاتره على طول بيردوا يا رحمه، اهو ده اتغير كل سنه. مفيش حد. الكلام ده كان امتى يا رحمه؟ عملتي ده اللي فاتت. ماما بتاخد السيليمارين. نعم ايوه. امتى قالوا لك ان البروتوكول لحد 75 سنة؟ السنه اللي فاتت ماما كان عندها 79 سنه. خلاص عيد قبل تاني. هو احنا بس عايزين نقول لحضرتك برضه، نقول للاستاذه رحمه، احنا الادويه الجديده دايما بيبقى عندنا حذر. فالاول قلنا لغايه سن 65، وبعدين 70، وبعدين لما اطمنا قمنا 75 مفتح. وبعدين فتحنا السن 80. ده لتجربه الدواء عشان نبقى مطمئنين. فحاليا هو مفتوح، بس برضه في حذر. في ايه؟ السن الكبير ممكن يبقى فيه مشاكل في القلب، في عضله القلب. الادويه الكتيره اللي المريض بياخدها، يعني مش قصدي مش كل مريض يصلح له الدواء، في بعض الناس لا يصلح لهم الدواء، لان بيبقى فيه تفاعل ما بين الادويه اللي هو بياخدها ولازم ياخدها وادويه فيروس سي. فقصه السن ما هياش بقت حدود للعلاج، لكن في حاجات تانية لازم نطمن عليها. طب دكتور امام، يعني لما جيلك كبار السن، كبار السن دول يعني نعمل ايه؟ هنعمل لهم ايه؟ حسب الحاله الصحيه ونسبه الشفاء في كبار السن زي صغار السن. نفس الحال، نفس النسب. وفي اكتر من بحث 12 على اللي تعالجوا فوق ال 65 وفوق ال 70 وفوق ال 75، نفس نسب الشفاء العالميه. حالة المريض العامة والأمراض المصاحبة هي اللي بتحدد يقدر ياخد العلاج ولا لأ. وفي أدوية كتير بتتعارض مع أدوية علاج فيروس سي، فبرضو الأدوية اللي بياخدها المريض لازم تتشاف كلها عشان يتحدد العلاج يناسبه ولا لأ. طيب اسمحوا لي نخرج فاصل آخر، وأنا عارفة طيب معانا التليفون ولا نخرج فاصل؟ طب فايزة، ناخد فايزة وبعدين نخرج فاصل. فايزة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا بيك. ازيك يا استاذه لمين؟ اهلا بيك يا فندم، وبحيي التكاتل مع حضرتك. شكرا، اتفضلي. انا صراحه كنت تعبانه ورحت كشفت عند الدكتور، فقال لي اعملي تحليل. فعملت تحليل، يعني مش عندي، يعني ما اعرفش ان انا عندي فيروس دي. فما عملت التحليل طلع عندي فيروس دي. فبعدين الدكتور قال لي هو الفيروس مش يعني مش نشط، قال لي هو موجود في الكبد بس واقف. ايوه. انا مش عارفه يعني ايه واقف وراحه وده عادي متاهات، ومخي بقى يودي شمال ويجي ويمين. طب انا بتهيألي اهم حاجه تحليل البي سي ار ايجابي ولا سلبي؟ اذا كان سلبي لا، هو قال لي مش ناشط. بصي بقى فايزه، عشان يعني نبقى اكثر يعني طريقه علميه اكتر. تروحي بقى، تروحي المركز. انت منين يا فايزه؟ انا من العمانيه. عمرانيه مصر في القاهره يعني. عندنا طيب. برضه يوم الاثنين بقى يوم الاثنين في يوم الاثنين برضه مركز الفيروسات الكبديه في القصر العيني القديم، يوم الاثنين الساعه 12 ان شاء الله. هاتي التحليلات اللي معاكي ونشوفها ونعمل لك اللازم. هو على فكره لو سمحت، هو طلب مني تحليل، لا هو لقيته ب 450 جنيه. احنا هنعمله لك بالمجان يا استاذه سامي. هيعملوا لك بالمجان يا فايزه، ونعمله لك بالمجان ان شاء الله. القصر العيني القديم مركز الفيروسات الكبديه، روحي يوم الاثنين الساعه 12. كل الناس هنقول لهم روحي يوم الاثنين الساعه 12. قوي احنا بص الناس بتدور على تحليل. التحليل ببلاش يا فايزه، مش ب 450 جنيه. هجيلك مليون واحد ببلاش. وروحي نورونا، بس ما يكونوش تخافوا وجايين يعرفوا هم خافوا ولا لا، يعني يبقوا بس صادقين معانا. القصه دي مش عايزه هو يوم الاثنين بالذات ليه يا دكتور؟ يعني مفيش ايام تانية ولا ايام تانية؟ ايام تانية. طب نخرج فاصل ونكمل بعد الفاصل. مرة أخرى نحن نبحث عن 4 مليون، مش 3 طلعوا، 4 مليون مواطن مصابين بفيروس سي، بندور عليهم. على فكرة يعني عايزة، كنا مع الدكاترة بنقول احنا أول ما كنا بنفتح فقرة فيروس سي دي
التليفونات كانت بتكسر سنترال اكتوبر. احنا دلوقتي يعني عدد التليفونات اللي دخلت لنا 6-7 بالكتير، ويعني مش بنقول ان يعني الفقره غير شعبيه ولا حاجه، كل دكتور ليه تليفون. يعني بس بصراحه احنا بندور على يا جماعه ارجوكوا روحوا اعملوا التحاليل، محتاجين عايزين نعالج الناس. التخصص بتاعنا ده هينتهي قريب. احنا بقى في مشكله يا دكتور، مشكله بس كمان احنا كنا بنتكلم انه كل العلاجات الوهميه انتهت، اللي هي بقى التحالب والاعشاب وبول الابل ولبن الابل واللي بيدي حار في عيادات مش عارف فين ويقول لك الناس بتحلم طحالب، كل ده انتهى، كل ده انتهى. طب رجعت لنا رحمه تاني، احنا بنجيب التليفون مرتين عشان رحمه عندك استفسار، اتفضلي على والدتك. انا اسفه جدا والله. لا والله اتفضلي. انا بس والدتي، انا والدتي حضرتك مكسوره في عنق الفخذ، فست كبيره ومعنا ربنا ان شاء الله. والدتي في الم جامد من الكبد، عندها نسبه التليف 70%، والقلب طبعا تعبان، والمعده منتهكه عندها، معده منتهكه من زمان. ايوه، فانت مش قادره تاخديها يعني للمركز، قصدك كده؟ يعني. وبعدين احنا في دكتور استشاري رحت له في عيادته كده، كتب لها على الاقل السلمارين اللي هو الليفر سبورت والاورتوفالك، فده يعني هي في قلق في الكبد بيجيها، لازم يشوفها. ساعات بتاخد ال، طب لا بصي، ما ينفعش طبعا الكلام على الهوا كده، احنا محتاجين. ساكنة فين؟ انت ساكنه فين يا رحمه؟ انا في حدائق القبة. طيب خلاص، هي عندك عين شمس. عين شمس بقى عندك يا دكتور؟ شرفنا في الوحده الفيروسات الكبديه في جامعه عين شمس، يوميا شغالين في اي يوم الساعه. تقدري تاخديها طيب لوحده الفيروسات الكبديه؟ اكيد اللي في جامعه عين شمس. اللي فين يا دكتور؟ في الدمرداش. الدمرداش طبعا انا بجيب الاسعاف وبروح بيها. طيب يعني مش لازم الاسعاف، ممكن تاخديها في يعني تاكسي. هو عشان مكسوره في عنق الفخذ لازم الاسعاف. هي تيجي لنا واحنا نبعت لها حد. هي حضرتك هي تيجي لنا. تعالي انت يا رحمه. طيب هنودي لها طبيب عند الدكتور ادري في الدمرداش، مقابلة الدكتور اسامه اطرق، اسامه اشرف مدير الوحده. دكتور اسامه اشرف مدير الوحده هتروح له امتى؟ تروح له يوميا يوم الاثنين الساعه 10:30، وهو هيبعت معاكي دكتور. ميعاد يوم الاثنين. يوم الاثنين ده لا، ده ميعاد يوم الاثنين عند الدكتور اسامه. اي يوم الساعه 10:30؟ اي يوم الساعه 10:30 يا دكتوره يا استاذه. هيبعتلك مريض لحد يشوف الولد عند الدكتور اسامه اشرف مدير الوحده. قولي له انه الدكاتره، قولي له بس دكتور يحيى الشاذلي بيقول لك ابعت لي حد، لحد ياخد هو زمان اسامه دلوقتي اكيد سامعنا. موجودين فيه مع كل يوم، كل يوم انتوا حد منكم يبقى موجود كل يوم. اسامه موجود كل يوم، موجود مدير واحده كل يوم. طيب شكرا يا رحمه، وبيقول لنا عملتي ايه، لانه مهتمين جدا نعرف ايه اللي حصل. الوقايه بقى دكاتره، دكتور امام، الوقايه يعني عشان بقى ما فيش حد تاني. الوقايه مهمه جدا، احنا يعني من التقديرات بتاعت وزاره الصحه فيما سبق قبل ما نعالج المليون مريض دول، كنا بنقدر ان في حوالين من بين 100 الى 150 الف حاله جديده كل سنه، اصابه جديده بفيروس سي. معظم الاصابات للاسف بتنتج عن طريق التدخلات الطبيه الغير سليمه، او نقل الدم اللي ما كانش بيبقى مقنن او كويس. نقل الدم اتحسن كتير جدا. في برنامج شامل للوقاية عاملاه وزارة الصحة، المفروض يتطبق في كل مستشفيات مصر والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة. نأمل ان هو فعلا يتفعل ويتطبق. هو اتطبق في اكتر من مركز من مراكز الغسيل الكلوي، وده نزل الاصابة في مراكز الغسيل الكلى بنسبة كبيرة جدا. لو اتطبق في كل المستشفيات وكل العيادات الخاصة، نسبة الاصابة بفيروس سي هتقل قوي. طيب انا بس جايه لي رساله بتقول يا لميس بينطلب تحاليل واشعاعات على حساب الغلابه قبل وبعد العلاج، والناس معهاش تاكل، فاين علاج التليف؟ بتعمل على حساب الدوله يا فندم؟ لا بتعمل على حساب الدوله ارجوكم. توتال على حساب الدوله. في قرار ابحاث للمريض لما بيجي لنا بيصدر ب 750 جنيه مره واحده، بياخد فتره قليله، فيعني المريض ما يستعجلش كتير. مش كتير، في الاسبوع في اسبوع بيتشخص وبياخد علاج. احنا كنا يا جماعه بناخد بالاشهر. معلش، هو بيسال فين علاج التليف؟ للأسف حتى الآن ما عندناش علاج معتمد للتليف غير المتابعة المنتظمة. يعني احنا، ما هو برضو اللي الدكتور وحيد قال عليه، العيان ما يظنش ان هو لما تخلص من فيروس سي فهو تخلص من التليف الموجود عنده في الكبد. دي قصة ودي قصة تانية جدا. العيان اللي ما كانش عنده تليف من الكبد وشفي من فيروس سي، خلاص ده بقى شخص طبيعي تمام.
اما المريض اللي كان عنده تليف وعنده فيروس سي فخلصنا من قصه فيروس سي دي هتحسن له الكبد، لكن لازم يفضل يتابع مع المكان اللي كان بيروحه، المراكز اللي كان بيتعالج فيها كل 4 شهور. لكن ما عندناش علاج فعال للتليف، ان التليف يروح خالص. عندنا حاجات ومتابعات تخلي التليف يقف وما يحصلش فيه تقدم. لكن مهم جدا جدا كل مريض عنده تليف بعد شفائه التام يتابع. ان هو يتابع كل 4 شهور في نفس المكان اللي كان بيعتاد. يعني رايك اللي هو كان اصلا ما عندوش تليف كبدي، واللي يعني انا رايي ان الناس دي ما يتابعوش. فانا اقول خلاص دول خلاص اللي ما عندوش تليف، يعني ما عندوش تليف كبدي ما يجيش يتابع خلاص. اللي عنده تليف يتابع التليف. اغلب المرضى ما عندهمش تليف كبدي طبعا. فدول التليف ده بتبقى المرحله المتاخره، دول بس اللي محتاجين متابعه. لكن بقيه دي بتبقى نسبتهم كام يا دكاتره؟ حاليا يمكن بتاع 10%. 10%. لكن التحاليل على حساب الدوله، اي كل مركز من مراكز الفيروسات الكبديه، مراكز الكبد الموجوده، المراكز فين يا دكاتره؟ انا بحضرتك على الموقع الالكتروني بتاع اللجنه، في عند حضرتك 56 مركز خلاف المراكز بتاعه التامين الصحي. تقريبا في كل مركز من مراكز مصر حاليا، مركز مصر في خط ساخن عندنا 164 مركز. عندكم خط ساخن؟ خط ساخن 19153. اي استفسار؟ 19153. طب هاخد عادل، وده اخر تليفون. اتفضل يا عادل. يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. انا عادل احمد، احمد مش شرايين. اهلا وسهلا حضرتك. انا كشفت وحللت، لقيت عندي فيروس سي. نعم. لقيت عندي فيروس سي، فرحت كشفت وعملت سيوله دم وسوره دم كامله، وعملت اشعاعات وتحاليل، فمش عارف اعمل ايه في الاخر. هتروح مستشفى الاحرار. مستشفى الاحرار بالزقازيق. دكتور ايمن زكي في مستشفى الاحرار. دكتور ايمن زكي مستشفى الاحرار في الزقازيق. وفي اكثر أيوة. من مركز في الشرقيه. في اكثر من مركز في الشرقيه. انت فين في الشرقيه يا عادل؟ انا في بلبيس. بلبيس. في حميات بلبيس فتحت حديثا. في حميات بلبيس كمان فيها مركز برضو للكبد، مش كده برضو؟ مظبوط. فحميات بلبيس تروح مركز الكبد هناك، هيعملوا لك التحليل بقى تاني من اول وجديد. ببلاش. ببلاش يا عادل. ببلاش. وهتاخد العلاج ببلاش يا عادل ايضا. ايوه. الدكاتره قاعده مستنيه. الدكاتره قاعده يا جماعه، انا مش مصدقه. انا بنادي على الناس. لما الدكاتره قاعده مستنيه. هو مش عاوز يسأل. في مراكز ممكن تقفل. بنروح لهم على فكره. والله العظيم في مراكز ممكن تقفل من كتر ما ما عندهاش. في مراكز هتقفل. طب يا يعني ننادي على الناس ازاي؟ ارجوكم روحوا اعملوا الكشف والتحليل في مراكز الفيروسات الكبديه عشان تتاكدوا انكم كويسين. في المسح الطبي في قرى الصعيد، اما رحنا بقى بيوتهم، اللي اقصى قريه اعلى نسبه 45% اللي بيجي. ما هو يا جماعه يعني ما رحنا له بيته، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش المفروض يبقى فتره ووقت لازم يبقى مستمر واستمرار عشان 65% اللي لا 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 بعد مستمر. كده لا مستمر. الاداره الطبيه اظن ان احنا لازم نعمل المسح ده. احنا بنروح ندرب الوحدات. طب ما نعمل المسح ده بالاجبار يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك احنا عملناه بالاجبار في جامعه القاهره. الاداره الطبيه في كل منشاه لازم تعمل هذا المسح الطبي لكل العاملين في هذه المنشأة عند تجديد البطاقة العلاجية. احنا لازم نعمل كده. كل واحد هو بيجدد البطاقة العلاجية بتاعته مش لازم يتعمل له فحص الفيروس سي، واذا طلع عنده هو مش هيكلف المنشأة دي اي حاجة. وكمان انا انادي على القطاع الخاص، كل واحد عنده منشأة، قطاع خاص، مصنع، مؤسسة، شركة، يا جماعة في مبادرة تحيا مصر اشتغلوا معاها، مش هتكلف كتير، بس انت كمان كصاحب عمل هتطمن ان كل العاملين معاك لا بينقلوا عدوى ولا بينقلوا لك عدوى ولا بيشيعوا مرض. مفيش نقل عدوى في العمل، يعني الموظف ما ينقلش العدوى لزمايله ولا لصاحب العمل ولا يعني نقل العدوى. لا يبقى بايه دي اخر حاجه بقى؟ المسح ده يا فندم يبقى ارخص لصاحب العمل. هقول لك ليه بقى؟ لانه الموظف اللي عنده ما خدش علاج وجاله تليف كبدي وجاله مضاعفات تليف كبدي هيكلفه اكثر بكثير من العلاج اللي هيكلفه دلوقتي. لا، وانا هقول لحضرتك على حاجه ثانيه كمان، وده احنا بنشوفه في الاطفال اول ما بياخد علاج الاحساس بالارهاق الفظيع ومشاكله في المدرسه وتاخره والذاكره كل ده بيتصلح. يعني حتى لو هو مش عامل اعراض ثانيه بيعمل اعراض، بيبقى حركته أقل، بيبقى مجهوده أقل، بيبقى عنده إحساس بالإرهاق المستمر. أول ما بيتم علاجه
وفي كتير بيجوا يقولوا ابتدى يتنطط في البيت. خلينا نتكلم بلغة الأرقام. الدراسات اللي عملناها مع الدكتور إمام واكد بتقول إن الشخص علاجه بيوفر للدولة 50,000 جنيه. إحنا العلاج دلوقتي ب 1,500 جنيه، فبيوفر للدولة 50,000 جنيه، وفي نفس الوقت بيمنع إن الشخص ده ينقل العدوى إلى 4 أفراد كان هينقلهم خلال فترة حياته. ممكن بس معلومة أخيرة، نقل العدوى إزاي يا دكاترة؟ عن الدم. طريق الدم. مش دم. دكتور السنان أدوات. فرشة السنان. أدوات مكنة الحلاقة. مقص الضواصص. فرشة سنانك لحد. ليفت الحموم. مكنة الحلاقة ما حدش يستخدمها غيرك. مانيكير والباديكير. طبعا. لا وفي حاجة. مانيكير حاجتك معاكي بتاعتنا كلنا عرفنا كل واحد يعني. نقط الحلاقة مهم جدا. مع العدة الشخصية بتاعته ما يطلعش. لا في حاجة إضافية لقيناها في دراسة عملناها، دبابيس الحجاب. بتنقل العدوى. دبابيس الحجاب دي جديده وعملناها في دراسه وفعلا دي دبوس من حد. الدبوس بتاعك. دبوس بتاعك فك الاجهزه. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. الحقيقه انا فخوره جدا ب يعني كوكبه الاطباء اللي انا موجوده وسطهم دلوقتي، فخوره بهذا المشوار الطويل اللي مشيناه من الحقيقه انه مشيناه من 2006. صح. ولازم نحيي دكتور حاتم الجبلي طبعا. يعني نذكر للناس اللي اشتغلت بقى، ناس كلهم حقهم، ده حق البشر. فيعني من 2006 ومصر بدأت تبني المراكز وتعمل الانفراستراكشر، وده اللي ساعدنا بعد كده ان احنا نقدر نتفاوض ونقدر نجيب الدواء بسعر رخيص. ثم تأتي مبادرة السيد الرئيس لأولا القضاء على فيروس سي، ان احنا نعالج 1,000,000 مريض سنويا، وانه ب 2018 نكون ايه، مصر خلايا من فيروس سي، يعني بالنسب العالمية. بالنسب العالمية. ندور على 4,000,000 مريض لفيروس سي. أرجوكم روحوا حللوا، روحوا اكشفوا، المراكز كلها موجودة ببلاش الكشف، مش ب 450 جنيه، ببلاش، والعلاج أيضا ببلاش. أنا بشكركم. شكرا. دكتور وحيد دوس، دكتور جمال عصمت، دكتور أدري السعيد، دكتور يحيى الشاذلي، دكتور إمام واكد، دكتورة منال حمدي السيد، وبشكركم أعزائي المشاهدين على موسم طويل وصعب، ولكن نتمنى أن احنا نكون قدمنا لكم إعلام محترم ومحترف. بستأذنكم في الأجازة وإن شاء الله أرجع لكم بعد العيد بإذن الله. وهذه لميس الحديد تحييكم. تصبحوا على خير.